بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم بيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. عندنا كالعادة موضوعات يعني كثيرة جدا وملفات كثيرة هنتكلم فيها النهاردة. بس في البداية طبعا خلوني أبارك لكل أهلاوي الحقيقة التأهل لدور المجموعات والفوز على نادي اتحاد المنستيري الفريق المحترم الحقيقة بأربعة أهداف مقابل لا شيء في مجموع المباراتين، مباراتي الذهاب والإياب لدور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا. في الانطلاقة الأولى لأبناء السويسري مارسيل كولر في البطولة الإفريقية، الحمد لله والشكر لله أداء جيد، نتيجة جيدة. خلي بال حضراتكم من الكلام، احنا بنتكلم على أن هو أداء جيد ونتيجة جيدة، خصوصا أن هذه النتيجة تحققت على حساب فريق محترم، فريق محترم من الفرق الكبيرة. وكان حديث الصباح والمساء في تونس الموسم أو نهاية الموسم السابق الحقيقة، حقق نتائج رائعة، سوبر تونسي، كاس تونس، خسر بطولة الدوري بنقطتين بس أمام الترجي. فأنا بشوف أن هذا الفريق هو فريق محترم، والحقيقة امبارح تعب النادي الأهلي لحين الشوط الأول تحديدا، كان هناك المباراة كانت صعبة من كلا الطرفين، سواء من النادي الأهلي أو على النادي الأهلي، وأيضا كانت صعبة على نادي اتحاد المنستيري. وبالتالي لا، مش عايز أتكلم على مقياس حكم على اللاعبين أو مقياس حكم على كولر. بالمناسبة ما عنديش مشكلة أن حد يقول أن هو شايف أن اللاعب الفلاني ده كويس، شايف أن اللاعب العلاني ده كويس، دي ما عنديش مشكلة فيها إطلاقا. ولكن صفقة من الصفقات الجديدة اللي أنا اتكلمت مع حضراتكم فيها خلال الشهر اللي فات تحديدا، أكرم توفيق. هتقول لي يا عم إسلام، هو أكرم توفيق أنت بتعتبره صفقة؟ لمن يجهل كرة القدم، لمن يجهل فنون أو كرة القدم أو لعبة كرة القدم أو أساسيات كرة القدم، لمن يجهل. خلاص، كرة القدم مش معنى ان انا اجيب حد جديد ده الصفقة الاساسية او الحقيقية. الجديد هو الصفقة الاساسية او الحقيقية، ولكن ان انا يجيلي لعيب بعد سنة زي اكرم توفيق، اعتقد بالنسبة لنا او بالنسبة للي بيفهم في الكورة، الكل بيعتبر ان ده عودة اكرم توفيق، دي بتعتبر صفقة كبيرة ومهمة جدا جدا للنادي الاهلي، مش للنادي الاهلي فقط ولكن للنادي الاهلي ولمنتخب مصر. محمود متولي هو صفقة بقالها 4 سنين او 3 سنين موجودة في النادي الاهلي، ولكن الفترة اللي فاتت ما كانش بيلعب كتير لعدد او اتصاب كتير. فرجوع محمود متولي للتشكيلة الاساسية هو صفقة مهمة وكبيرة بالنسبة للنادي الأهلي. أليو ديانج وحمدي فتحي عودتهم من الأجازة يعني برضو لمن يجهل. لما الواحد بيبقى تعبان ما بيديش 100% من مستواه الطبيعي أو 100% من قوته داخل الملعب، لما بيبقى تعبان، خصوصا إن بيبقى بقاله 2 أو 3 سنين بيعمل كل حاجة، بيلعب كل يومين 3 مباراة، بيلعب كل يومين 3 مباراة، سواء مع النادي الأهلي أو مع منتخب مصر أو مع النادي الأهلي في كل البطولات، وخدت تقريبا كل البطولات. ده اسمها حالة تشبع وحالة إجهاد. فلما اللعيبة دول ياخدوا أجازة، لما اللعيبة دول ياخدوا أجازة شهر مثلا، بالنسبة لنا أو بالنسبة للي بيفهم في الكورة، اللعيبة دي بتبقى راجعة جعانة كورة، عايزة تلعب، فبترجع لمستواها القديم وكأنها صفقة جديدة. وده اللي أنا بتكلم عنه يعني طبعا. والماتشات هي جاية الحمد لله، بانت يعني الناس لما تكلمت على تألق حمدي فتحي، ما هو حمدي الفتحي تألق ليه؟ تألق لأنه خد أجازة شهر، وبالتالي ريح من ال3 سنين اللي فاتوا أو من مجهود ال3 سنين اللي فاتوا، فرجع حمدي فتحي ظهر بهذا المستوى بعد الأجازة، وبعد إن هو يعمل اسمها إيه؟ يعمل فترة إعداد جيدة.
فبالتالي يرجع يكون افضل من الاول. دي اللي بيفهم يعني، الناس اللي ليها في الكوره هتتكلم معايا في الموضوع ده هتبقى فاهمه. فانا بكلم او بخاطب جمهور النادي الاهلي، فجمهور الاهلي كله تقريبا بيفهم كره قدم، فعارفين الكلام اللي انا بقوله. مش قصدي صفقه، ولكن قصدي ان في ناس كتيره رجعت لنا مخليانا كاننا مطمنين، مخليانا مش عايزين نعمل صفقات اخرى، على الرغم من ان احنا عندنا بعض النواقص اللي موجوده. انا مع حضراتكم صريح اهو، ولكن انا لما اجي اتكلم زي ما قلت لكم كده من الاول، حمدي فتحي امبارح ظهر بشكل مختلف، اليو ديانج ظهر بشكل مختلف، محمد الشناوي مش هقدر اقول ان هو بان قوي، لكن يعني في كره كانت خطيره جدا وكان ممكن الشوط الاولاني يترجعهم، لكن الدور اللي عمله محمد الشناوي ده يقول ان هو بعد الاجازه وبعد الاجهاد هو بالنسبه لي صفقه جديده. محمود متولي نفس الكلام، اكرم توفيق ناحيه اليمين نفس الكلام، علي معلول ناحيه الشمال، هو علي معلول اداؤه دلوقتي زي ما كان اداؤه في نهايه من الموسم اللي فات قبل الاجازه او قبل الراحه؟ لا طبعا، علي معلول مختلف دلوقتي، افضل، مش افضل عشان حاجه، افضل لانه ريح من الاجهاد العام. فالحقيقه اللي بقوله ده هو الكلام المهم، هو ده اللي يهم جمهور النادي الاهلي، او اللي جمهور النادي الاهلي مقتنع بيه. اي حاجه تانية يعني انا ما بحطش دماغي فيها يعني. فاللي بقوله لحضراتكم ده بمناسبه الكلام عن اللعيبه، فاحنا بنتكلم عن ديانج، شفتوا مستواه عامل ازاي، لعيب اساسي رغم كل الكلام ان هو بيبقى عنده عروض وعنده كذا وعنده كذا وعنده كذا واهتمامات من الصحافه الاوروبيه بديانج، ولكن بيظهر بشكل مختلف. ليه؟ لانه ريح وخد اجازه وبالتالي رجع فاستريح، عضلاته استريحت، مخه استريح، فبالتالي هو صفقه جديده خلال الموسم اللي جاي، صفقه جديده قديمه للموسم اللي جاي. كل سنه وانت طيب يا ديانج، عقبال 100 سنه، عيد ميلاد اليو ديانج النهارده. كل سنه وانت طيب يا ديانج وعقبال 100 سنه، نتمنى له الحقيقه عمر وفير ان شاء الله خلال الفتره القادمه، لانه ديانج واحد من الناس او من اللاعبين اللي بيحبهم جدا جدا جمهور النادي الاهلي. خلي بال حضراتكم من ضمن او الفوز والتاهل لدور المجموعات مهم جدا قبل انطلاق بطوله الدوري العام المصري بالنسبه للاعبين والجهاز الفني قبل مواجهه النادي الاسماعيلي ان شاء الله اللي هتبقى يوم الاربعاء القادم ضمن مباريات الجوله الاولى لبطوله الدوري ان شاء الله اللي هتبدا رسميا يوم الثلاثاء القادم. استعادت عدد كبير من اللاعبين لمستواهم المعهود، ده اللي انا كنت بتكلم فيه مع حضراتكم في البدايه. صفقة جديدة، علي معلول بعد رجوعه من الأجازة، أحمد عبد القادر اللي الحقيقة بيقدم دور رائع في هذه المباراة وقدر يسجل هدف أول بمهارة عالية جدا جدا. طيب بما إني بتكلم على أحمد عبد القادر، أحمد عبد القادر واحد من اللاعبين اللي الناس بتحبهم جدا، أحمد عبد القادر أو جمهور النادي الأهلي بيحبهم جدا، لانه لعيب حريف وعنده مهاره وعنده وعنده وعنده. قبل بس ما اتكلم عن اي حاجه تخص هذا الامر، لانه من امبارح للنهارده كلام كتير جدا جدا، الموضوع ابسط من كده. احمد عبد القادر عندما احتفل بهذا الشكل اللي حضراتكم شفتوه امبارح كان كل الغرض ايه؟ بالبلدي، انا هقول لكم بالبلدي، انا كان عندي مكالمه طويله جدا مع احمد النهارده. بالبلدي كده احمد كل اللي كان عايزه يقول ايه؟ يا جماعه اللي عايز ينتقد ينتقد، انا ما عنديش مشكله، انا في تلج في عروقي فمش هيفرق معايا حاجه، مش هيفرق معايا غير انتقاد البناء اللي هيخليني اعلى مع جمهور، لا شيل الصوره، واعلى مع جمهور او هيعلي مع جمهور النادي الاهلي. ده اللي بالنسبه لي، ده كلام احمد، او ده اللي احمد عايز يقوله لبعض من لا يشجع النادي الاهلي اللي انتقد احمد خلال الفتره اللي فاتت. فهو بيقول لهم يا جماعه انا ما فيش حاجه، ما عنديش مشكله خالص، انا راجل كل مشكلتي ان انا هحاول ان انا احسن مستوايا خلال الفتره اللي جايه باعصاب بارده، بس ادي الموضوع. طيب مين اللي عمل الاحتفال ده؟ الاحتفال ده اتعمل قبل كده في اوروبا في الدوري، الدوري السله الان بي اي، دوري السله الامريكي للمحترفين، وده بيكون زي ما قلت لحضراتكم رساله معناها ان اللاعب لا يتاثر بالضغوط، وان في تلج
بيجري في العرق في عرقه، يعني رسالة للرد على بعض انتقادات. وهو قال لي كده، قال لي بعض من لا يشجع النادي الأهلي، على رأيك يا كابتن إسلام، بعض من لا يشجع النادي الأهلي كانوا بيحاولوا ينتقدوا على الفاضي وعلى المليان. جمهور الأهلي عندما ينتقد، ده كلام أحمد، جمهور النادي الأهلي عندما ينتقد أنا ما عنديش مشكلة، على دماغي من فوق ما عنديش أي مشكلة في هذا الأمر، ولكن الموضوع إن في ناس افتكرت إنه أحمد بيعمل كده علشان غرض معين، مثلا حاجة تخص إدمان أو حاجة تخص هذا الأمر. فدكتور عمرو عثمان وهو مدير صندوق مكافحة المخدرات، الحقيقة عمل امبارح مداخلة مع أستاذ إبراهيم فايق واتكلم في هذا الأمر. برضو اللي أنا عايز بس أقوله لحضراتكم، دكتور عمرو بيحب النادي الأهلي جدا 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 فوق ما حضراتكم تتخيلوا يعني. فبالتالي اتكلمت ايضا مع دكتور عمرو الحقيقه، ولقيت ان دكتور عمرو بيقول ان هو عنده عدد كبير عفوا، بيقول ان عنده عدد كبير من اخواتنا اللي يعني اللي محتاجين مساعده علشان الادمان او يبعدوا عن الادمان، وبالتالي احمد عبد القادر بالنسبه لهم مثل مهم جدا جدا جدا، وهم بيحبوا احمد عبد القادر جدا. فهو ما كانش يعرف، دكتور عمرو ما كانش يعرف كيف احتفل او لماذا احتفل احمد عبد القادر بهذا الشكل. فلما اتعرف الموضوع بقى بسيط جدا وما عندوش اي مشكله في هذا الامر دكتور عمرو، ولا احمد عبد القادر عنده مشكله في هذا الامر. ده اللي كان يهمني ان انا اوصله لجمهور النادي الاهلي. بس هي دي القصه ما بين احمد عبد القادر وما بين دكتور عمرو، لانهم في النهايه واحد بيخدم بلده من خلال وجوده في صندوق مكافحه المخدرات، والاخر كابتن احمد عبد القادر بيخدم ناديه وبيخدم بلده من خلال وجوده في النادي الاهلي. فالحقيقه الموضوع بسيط جدا جدا، يعني احمد عبد القادر حتى بيفكر ان هو خلال الفتره اللي جايه يثبت هذا الاحتفال، هو بيفكر في كده، معرفش هل هيعمل كده ولا لا، ما عنديش فكره، لكن احمد عبد القادر بيفكر ان هو يثبت هذا الاحتفال علشان يقول للناس يعني يا جماعه انا ما عنديش اي مشكله مع اي حد، انا مشكلتي الوحيده في حاجه واحده فقط، وهي ان هناك بعض من ينتقد احمد عبد القادر على الفاضي وعلى المليان، وهم خلي بال حضراتكم مش جمهور النادي الاهلي، هم جمهور بعيدا او ما بيشجعش النادي الاهلي، هم اللي بيحاولوا يتكلموا بهذا الشكل. فانا بقول لهم ان انا اضغطوا براحتكم، انا ما بيفرقش معايا الضغوط ولا بيفرق معايا اي حاجه، انا اللي بيفرق معايا مستوايا في الملعب وجمهور النادي الاهلي. ادي الرساله اللي كان عايز يوصلها كابتن احمد عبد القادر لجمهور مصر من خلال طريقه الاحتفال اللي هي موجوده بالفعل في اوروبا وفي كل الدول. خلينا نشوف ايه اللي هيحصل في هذا الامر خلال الفتره الجايه، ولكن انا الحقيقه اللي كان يهمني في الامر انه الاثنين يكونوا عارفين ان ولا دكتور عمرو ينتقد الحقيقه طريقه احتفال احمد عبد القادر، ولا احمد عبد القادر يكون او نيته يكون فيها ان هو بيعمل حاجه علشان حاجه بعيده تماما 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 عن الفكر اللي موجود في دماغه فقط لا غير. تم التواصل ما بين دكتور عمرو واحمد عبد القادر، وان شاء الله الموضوع ينتهي خلال الايام اللي جايه بدون اي شيء. وهو بيني وبين حضراتكم يعني هو موضوع بسيط، واحد بيحتفل او عنده طريقه احتفال. احمد من الاشخاص الاذكياء جدا، احمد ذكي واحمد بيعرف يفكر ازاي. فاحمد شاف انه لو عمل الرقصه دي او لو عمل الطريقه دي بعد الهدف اللي جابه هيقول للناس انا ما عنديش ضغوط وما عنديش اي حاجه، وجهه نظره كده وعملها وما فيهاش اي مشكله. انا شايف ان ما فيهاش اي مشكله حتى هذه اللحظه، ما فيش اي مشكله والامور انتهت وعدت على خير. مش عايزين نعمل من الحبه قبه، مش عايزين من حاجه قد كده نكبرها قوي 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 ونخليها قد كده. بصوا على الناس بتعمل ايه. فموضوع طريقه الاحتفال ده الحقيقه مش عايزين كل شويه نقعد نكبر فيه، يعني لانه موضوع وانتهى خلاص، مش عايزين حتى نتكلم فيه مره تانية. برضو
مثلا يعني، ودي حاجه برضو من الحاجات اللي الناس كتير قوي اتكلمت فيها امبارح، طريقه احتفال محمد عبد المنعم بحمدي فتحي. حمدي وهو بيجري محمد بيهزر معاه يعني، فطبعا هو ما لمسوش يعني، ما عملوش حاجه، هو مش رايح يعمل تاكلينج زي ما الناس بتقول، هو بس حاجه كده ايه بسيطه وخفيفه يعني، بيهزروا مع بعض مشهد تمثيلي يعني، هو جاي جنبه بيحط رجله كده يعني ايه، فالموضوع بسيط جدا. وبرضه في نفس الوقت اقول لمحمد عبد المنعم خلي بالك، لانه لو رجليك مثلا جت في لا قدر الله في حمدي فتحي ولا حاجه، وحصل لا قدر الله حاجه، هتبقى مشكله عندنا، احنا محتاجين حمدي فتحي ومحتاجينك ومحتاجين كل اللاعبين، فخلي بالك. وانت كمان نفسك ممكن لا قدر الله انت بتعمل كده بتخبط في حاجه، تتصف في حاجه بتاع، الفتره اللي جايه فيها مباريات كتيره جدا جدا. فوجئت امبارح برضو بموضوعين، موضوع احمد عبد القادر وقلت لحضراتكم ايه اللي حصل فيه، والموضوع الثاني موضوع محمد عبد المنعم، وانه محمد عبد المنعم عايز حمدي فتحي يتصاب. طبعا واضح هم مين اللي بيقولوا هذا الكلام، واضح ومعروف هم مين اللي بيقولوا هذا الكلام، محمد عبد المنعم زميل مع حمدي فتحي هيبقى عايزه يتصاب. فمعلش مفيش مشكله، لكن في النهايه هذه هي الامور اللي بتحصل على السوشيال ميديا. زي ما قلت لحضراتكم الموضوع بيبقى قد كده، بيكبروه بيخلوه يعملوه موضوع كبير قوي قوي قد كده علشان الناس تقعد تتكلم فيه وتعمل فيه من امبارح للنهارده. الموضوع بتاع احمد عبد القادر وتليفوناته، من هنا ده يتكلم ومن هنا ده يتكلم وده يعمل وده، والموضوع اساسا مش في دماغ احمد خالص خالص. على الجانب الاخر موضوع محمد عبد المنعم نفس الكلام، من امبارح للنهارده تخش على السوشيال ميديا تشوف الناس كلها بتعملش حاجه غير ان هي بتتكلم عن محمد عبد المنعم، حاجه غريبه جدا جدا يعني. برضو موضوع اخر عايز اتكلم فيه مع حضراتكم هو موضوع التصنيف بعد تاهل عدد من الفرق وارد جدا ان النادي الاهلي والزمالك يكونوا في مجموعه واحده، لان النادي الاهلي تصنيف اول ونادي الزمالك في التصنيف الثاني، فبالتالي ممكن جدا نشوف الاهلي والزمالك في مجموعه واحده. التصنيف الأول بالمناسبة هو النادي الأهلي، نادي الترجي التونسي، نادي الرجاء المغربي، نادي الوداد المغربي. الوداد كسبان يعني 3-0، هو طبعا حال صعوده رسميا اليوم، لكن النهارده هو لغاية دلوقتي كسبان 3-0 وبنسبة 99.9% هيتأهل، فده التصنيف الأول، الأهلي والترجي والرجاء والوداد. خلاص اعتبروه تأهل. فبالتالي دول الأربع فرق. التصنيف الثاني مين بقى؟ سان داونز، نادي الزمالك ونادي سان داونز ونادي كوناكري حريه كوناكري الغيني وبترو اتلتيكو الانجولي. ده التصنيف الثاني بالنسبه للتصنيفات. خليني اقول لحضراتكم ارقام بسيطه جدا. من هو متصدر التصنيف؟ النادي الاهلي كم نقطه؟ 78 نقطه. مين اللي مركز الثاني والثالث نفس النقط؟ الوداد والترجي 71 نقطة. يجي بعدهم الرابع الرجاء 54 نقطة، تخيل؟ يعني الأهلي 78، اللي معاه في نفس المستوى اللي هو التصنيف الأول ويأتي آخر فرقة في التصنيف الأول اللي هو الرجاء 54 نقطة. يعني الأهلي 78 والرجاء 54 نقطة. طيب، التصنيف الثاني سان داونز اللي قدام حضراتكم ده 46 نقطة. الزمالك 43 نقطة. ياري بترو اتلتيكو الانجولي 31 نقطة. أنا بس حبيت أوضح لحضراتكم الأرقام عشان تبقوا عارفين التصنيفات دي بناءً على إيه. يبقى الأهلي 78، الترجي والوداد 71، ثم الرجاء 54. ده التصنيف الأول. بالنسبة للتصنيف الثاني سان داونز 46 نقطة، نادي الزمالك 43 نقطة، بترو أتلتيكو 31. يعني بعد كده بقى الموضوع الفروق ضخمة بعد كده. التصنيف الثالث سيمبا التنزاني وشباب بلوزداد الجزائري وشبيبة القبائل الجزائري والهلال السوداني. والهلال النهاردة صعد رسميا. طيب التصنيف الرابع نادي القطن الكاميروني، المريخ السوداني، فابريس الاوغندي. طبعا خلي بال حضراتكم ده فابريس الاوغندي ده طلع مازيمبي. ريفرز يونايتد النيجيري
ريفرز يونايتد النيجيري بيلاعب فيتا كلوب او رايل كلوب. ف هننتظر ونشوف. اذا هو هي دي التصنيفات، تصنيف اول، تصنيف ثاني، تصنيف ثالث، تصنيف رابع. فممكن جدا تلاقي الاهلي والزمالك واقعين في مجموعه واحده، او ممكن تلاقي الاهلي وسان داونز كالعاده يعني واقعين في مجموعه واحده. على رأي اللي قال لي الاهلي وسان داونز والهلال، بعد كده يعني دول الثلاثه الاولانيين. على فكره ده وارد جدا يحصل السنه الجايه، هو التصنيف كده يعني. بقى لنا فتره النادي الاهلي هو الاكثر عددا من الاكثر نقاط، اكثر من كل الفرق اللي حواليه دي، لانها بتمشي بشكل تراكمي مش بعدد البطولات، مره تانية وثالثه وعشره. انت بتاخد كم خطوه؟ بتصل الى دور ال 16 لك عدد معين من النقاط، بتصل لدور الثمانيه لك عدد معين من النقاط، بتصل للدور قبل النهائي لك عدد معين من النقاط، بتصل للدور النهائي لك عدد معين من النقاط، بتاخد البطوله لك عدد معين. يعني ممكن تكون السنة اللي فاتت الوداد خد البطولة، ولكن النادي الأهلي هو الأول في التصنيف، على الرغم من النادي الأهلي خسر البطولة من الوداد في المباراة النهائية. التصنيفات كده تراكم النقاط. فالحقيقة موضوع التصنيف ده ممكن جدا جدا فجأة تلاقي مجموعة قدامك فيها أهلي، فيها زمالك، فيها هلال، فيها سيمبا التنزاني، ما تعرفش القطن الكاميروني، ما تعرفش ايه اللي ممكن يحصل. ده اللي هيبان خلال الايام القادمه. طيب خلينا نروح لتقرير الاهلي يتاهل للمره العشرين في دور المجموعات، وبعد كده فاصل، وبعد هذا الفاصل بقى نرجع نقرا اخبارنا، اخبار البيت الكبير. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. أخبارنا النهاردة بنبدأ الخبر الرئيسي في هذه الحلقة. كابتن محمود الخطيب بينتهي من الفحوصات الأولية في فرنسا ويغادر إلى السعودية لأداء مناسك العمرة. أنهى الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المرحلة الأولى من الفحوصات الطبية والتحاليل والأشعات التي يجريها في فرنسا حاليا للاطمئنان على حالته الصحية، ويغادر رئيس الأهلي باريس غدا في طريقه للمملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، وبعد أيام يعود مجددا إلى فرنسا لاستكمال بقية الفحوصات الطبية ومتابعة نتائج المرحلة الأولى، والعرض كذلك على الأطباء لتحديد العلاج والتأهيل المناسب. طبعا ده كان يعني أو الخبر ده على الموقع الرسمي للنادي الأهلي. الخبر الحقيقة بينهي حالة كبيرة من الجدل خلال الفترة اللي فاتت، كان ناس كتيرة جدا بتتكلم. وطبعا احنا لما بنيجي نطلع، خلي بال حضراتكم لما بنيجي نطلع نتكلم بيبقى لازم نبقى واخدين بالنا كويس جدا جدا من الكلام، خصوصا فيما يخص امر النادي الاهلي او رئيس النادي الاهلي واعضاء مجلس ادارته. وبالتالي الحمد لله عايز حضراتكم تطمنوا بناء على الخبر اللي كان امام حضراتكم واللي انا لسه قاريه. الحمد لله كابتن محمود انتهى من الفحوصات او الاوليه والتحاليل والاشعات، ويعني الحاله الحمد لله مطمئنة حتى الآن، لحين كابتن محمود دلوقتي هيروح يعمل عمرة، وبعد العمرة هيرجع بقى يكمل بقية الفحوصات، وإن شاء الله نطمن حضراتكم أولا بأول على حالة النجم الكبير كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. الفريق الأول يواصل الحقيقة استعداداته لتدريباته للنادي الإسماعيلي، لمباراة النادي الإسماعيلي إن شاء الله اللي هتكون يوم الأربعاء القادم. مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي اجتمع مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالمباراة الأخيرة. الجهاز الفني كان حريص على التأكيد للاعبيه خلال الاجتماع على ضرورة التركيز في المباراة القادمة. وخاض اللاعبون جانبا من التدريبات البدنية والجيم وتدريبات متنوعة بالكرة في بداية المران، وقاد ميشيل يانكون ثلاثي حراس المرمى بالفريق محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير في تدريبات متنوعة شهدت جوانب فنية مكثفة لثلاثي حراسة المرمى. أيضا بيرسي تاو بينتظم في التدريبات الجماعية،
بيرسيتاو لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، شارك في التدريبات الجماعية للفريق بشكل كامل بعد انتهاء برنامجه التأهيلي خلال الفترة الماضية، وانتظم تاو في المران الجماعي مع باقي اللاعبين، وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته خلال الفترة الماضية. وفاز النادي الأهلي على الاتحاد المنستيري التونسي في إياب دور الـ 32 في دوري أبطال إفريقيا بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس على ملعب الأهلي. والسلام إن شاء الله انطلاقة الدوري يوم الأربع القادم أمام النادي الإسماعيلي. ربنا يكرم زي ما قلت لحضراتكم مجموعة لاعبين الحمد لله على أعلى مستوى. هناك بعض النواقص اللي سيتم ترتيبها أو سيتم استكمالها إن شاء الله في شهر يناير القادم، وكل طبعا ده بالاتفاق مع المدير الفني للنادي الأهلي مارسيل كولر، للحمد لله شايف ان هو صفقه مهمه جدا. انا عارف كلمه صفقه دي بتزعل ناس، فخليني اقولها كل شويه عشان الناس تقعد ايه تقعد يومين ثلاثه كده برضو تقعد تتكلم فيها. صفقه مهمه جدا جدا للنادي الاهلي بالنسبه لنا، اسمه مستر كولر، صفقه مهمه جدا جدا جدا، لانه الحقيقه رجل بينظر في كل التفاصيل، ما بيسيبش حاجه كده ايه للصدفه، ولكن رجل ينظر في كل التفاصيل. ان شاء الله ربنا يكرمنا ويعدي الايام اللي جايه، وان شاء الله تبقى ايام جيده على جمهور النادي الاهلي. ميكالي يعقد اجتماعا مع جهاز المنتخب الاولمبي استعدادا لمواجهه اسواتيني. البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الاولمبي لكره القدم عقد اجتماعا مهما اليوم مع الجهاز المعاون بالكامل للاطمئنان على كافه الترتيبات قبل السفر الى اسواتيني الخميس المقبل لاداء مباراه الذهاب في الدور الثاني للتصفيات الافريقيه المؤهله لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. النهارده أيضا في آخر المباريات الإفريقية للأندية المصرية، فيوتشر بيسحق كانون السيراليوني برباعية ويصعد لدور الـ 32، إذا صعود الأهلي والزمالك في دوري الأبطال الإفريقي، ثم صعود نادي بيراميدز زائد مع نادي فيوتشر في البطولة الكونفدرالية. والله يا جماعة الأسبوع ده الحمد لله الحمد لله الحمد لله عندنا معظم لاعبتنا اللي بيلعبوا في الدوريات الأوروبية عاملين شغل رائع. اللي اتفرج النهاردة طبعا ألف مبروك لكل عشاق ريال مدريد، أنا من عشاق ريال مدريد بالمناسبة، فألف مبروك لعشاق ريال مدريد. ويا جماعة حد يلحق برشلونة بقى، يعني الحقوا برشلونة كده، لأنه تشافي الحقيقة كانت كل اللي بيشجع برشلونه كان متخيل ان تشافي وبعد الصفقات اللي اتعملت وبتاع قال لك ايه؟ اهو مثلا خليني اقول لكم ان برشلونه عمل صفقات اكتر بكتير جدا من ريال مدريد. برشلونه عمل صفقات اكتر، هجيب لحضراتكم عدد الصفقات، شباب هاتوا لي عدد صفقات برشلونه وعدد صفقات ريال مدريد، وقولوا لي الناس اللي مشيت من ريال مدريد قد ايه؟ كمان اللاعبين المهمين يعني. فتخيل حضرتك ريال مدريد متصدر الدوري، ريال مدريد النادي الذي لم يهزم في اوروبا حتى الان سواء في الدوري بتاعه الدوري الاسباني او في دوري ابطال اوروبا. وبالتالي ريال مدريد عامل مع انشيلوتي ومع مجموعه اللاعبين اللي موجودين اللي هي تعتبر صفقات جديده بالنسبه لهم، لانه رجعوا من الاجازه وبعد الاجازه ريحوا شويه وبعد كده عملوا فتره اعداد وبعد كده بداوا المباراه، فبالنسبه لهم تدعيمات في اضيق الحدود ريال مدريد. او يعني ده اللي بيحصل في ريال مدريد، ده اللي مشابه، ده اللي عمله النادي الاهلي، شاف ان النادي الاهلي محتاج تدعيمات وليس بناء. عنده سكواد قوي يحتاج بعض التظبيطات هتتظبط. ادي الموضوع بمنتهى البساطه يعني. ف ريال مدريد نفس القصة، وفي أعلى من ريال مدريد في العالم حتى بالأرقام. ف ريال مدريد عامل إيه؟ كم صفقة يا شباب؟ 6 صفقات، منهم 2 ناشئين بره الفلسطين، ماشي من عنده 6 أو 7 8 لاعبين. ده ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني و
افضل من افضل الفرق في اوروبا والمرشح الاول للفوز ببطوله دوري ابطال اوروبا. برشلونه جايب كام لعيب؟ برشلونه كسبان ريال مدريد في الصفقات، برافو عليكم يا برشلونه، هايلين يا برشلونه، كويسين قوي يا برشلونه. ليه؟ برشلونه جايب 12 صفقه، ضعف عدد صفقات ريال مدريد اللي منهم اللي هم سته ومنهم اتنين ناشئين. لكن مباراه او على سيبك من مباراه ريال مدريد وبرشلونه، لكن الوضع بشكل عام الناس شايفه ان لا ريال مدريد الافضل في كل شيء. مش كلامي برضو، ده كلام الناس الفنيه اللي بتفهم في الكوره، يعني مش مجرد كلام واحد يقول كلمتين واحد يطلع يعمل كده قدامه وخلاص، لا ده هو الموضوع عباره عن ايه؟ حاجات فنيه في كره القدم مش اي حد يقعد يتكلم فيها يعني. ففي ناس فنيين في مصر كبار جدا يقدروا يتكلموا في مثل هذه الامور. فبالتالي برشلونه فاز على ريال مدريد في الصفقات 12-6 او 12-4، لكن في ارض الملعب النهارده ريال مدريد فاز على برشلونه 3-1. في الدوري العام ريال مدريد الاول بفارق 3 نقاط عن برشلونه. عشان بس الناس اللي بتتكلم عن الصفقات ومش عارف ايه، هنا ريال مدريد كان بيدعم فريقه فجاب الثلاثة أربعة اللعيبة اللي هو عايزهم وهيكمل في شهر يناير، ده اللي قاله أنشيلوتي برضو مش إسلام. نفس الكلام النادي الأهلي بالصدفة كان بيفكر في هذا الأمر، زي ما قلت لحضراتكم بداية التفكير بالنسبة للنادي الأهلي في هذا الأمر كانت من عندما طلب الكابتن محمود الخطيب من الجهاز الفني السابق إن هو يريح كل اللاعبين أو اللاعبين اللي بقالهم فترة طويلة بيلعبوا مباريات كثيرة. هنا كان القرار بالتدعيم وليس البناء بس. فاللعيبه خدت اجازه، فبعد الاجازه عملوا فتره اعداد جيده. بعد فتره الاعداد يا راجل ده حتى حسين الشحات ومجدي قفشه امبارح نزلوا ومعاهم محمد شريف عاملين شغل رائع، تحس ان هم نازلين ربع ساعه ولا ثلث ساعه فارقين مع الفرقه قد كده. صفقه جديده، صفقه جديده. فمحمد صلاح بقى، ده محمد صلاح وبالمناسبه ده واحد من يعني ما ينفعش محمد صلاح عشان وحش نتكلم عنه وحش، ما ينفعش ان هو عشان جاب جون نتكلم عنه ان هو كويس، لا محمد صلاح بالنسبه لنا النهارده لو تشوفوا الناس قاعده مستنيه على راي الاصدقاء كلهم قالوا لي ايه؟ بصوا الناس بتعمل ايه في صلاح؟ امسكوا الحصان يا جماعه، برناردو سيلفا ده واحد من اهم اللاعبين في العالم واللي جوارديولا بيعتمد عليهم بشكل كبير جدا. النهارده المصريين بالمناسبه الكوميكس من بعد الكره دي، ومحمد صلاح راح له حط ايده ورا ظهره كده وقعد يتكلم معاه وقال له بقول لك ايه، يعني كانوا شادين مع بعض شد خفيف كده، فمن بعد الكره دي المصريين كلهم قلبوا على برناردو سيلفا خلاص مع انهم كانوا بيحبوه جدا. وطبعا هالاند، يعني هالاند من النرويج ولكن احنا ابننا من نجريج، فنجريج تفوقت على النرويج النهارده. فالحقيقه محمد صلاح نجم كبير، واللي تشوف عامل حاله من السعاده للجمهور المصري. الناس النهارده قاعدين بيتفرجوا على المباراه كانك بتتفرج على منتخب مصر، كانك بتتفرج على النادي الاهلي. والله الناس كلها قاعده مستنيه محمد صلاح، تشوف محمد صلاح الكره النونيز ده راح من ناحيه الشمال لو عملها لمحمد صلاح كده وكان جاب الجون الثاني. ساعه لما محمد صلاح طلع من المباراه الموضوع اختلف تماما، تحس ان التلفزيونات كلها اتقفلت خلاص، مش فارقه اللي يكسب يكسب واللي يخسر يخسر. ومع ذلك محمد صلاح يظل واحد النجم الاكبر والاهم في تاريخ كره القدم المصريه. ومحمد صلاح 121 هدف في البريمير ليج مع ليفربول، وعدى جيرارد النهارده الحقيقه و باقي له 8 اهداف اهو زي ما حضراتكم شايفين. محمد صلاح 121 هدف، ستيفن جيرارد 120 هدف، وبالتالي روبي فاولر هو الاول 128 هدف، ثم محمد صلاح 121 هدف. ان شاء الله 8 اهداف ومحمد صلاح يكون هداف البريمير ليج مع ليفربول، هدف تاريخي طبعا لليفربول في البريمير ليج، حاجه مهمه جدا وحاجه كبيره جدا. على الجانب الاخر وفي تركيا
تريزيجيه متألق، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، للمباراة الثانية على التوالي بيحرز هدف. المرة اللي فاتت أو الهدف اللي فات جه في موناكو وراح من ناحية الشمال كده وعملها ار 7 اللي بيلعب بلاي ستيشن، عارف ار 7 بيلم بيحط ايد على شمال الحارس المرمى في المباراة السابقة أمام موناكو، النهاردة بيحط الهدف الثاني لترابزون سبورت التركي أمام بيشكتاش، ومباراة قمة ومنافسة شرسة. بسم الله ما شاء الله، تريزيجيه برضو من اللعيبة اللي رفع راسنا الحقيقة في تركيا، وسيظل دائما من المصريين اللي دائما كلنا بنتابعهم، كلنا بنتابع. حجازي النهاردة هدف الفوز في على اتحاد الاتحاد جدة على الوحدة في 1-0 في الدقيقة 80. ايضا مصطفى محمد النهارده بعد احتفاله بفوزه بافضل لاعب في الشهر مع ناديه الفرنسي، مصطفى محمد النهارده بيحرز هدف وعامل برضو اداء رائع. الحقيقه اربعه من لاعبتنا المحترفين بيؤدوا بشكل رائع، محمد صلاح وتريزيجيه واحمد حجازي ومصطفى محمد. امبارح ايضا عمر مرموش احرز هدف مع فولفسبورج امبارح، هدف رائع جدا. احمد حسن كوكا في اليوم اللي قبله، الحقيقه اداء رائع وتالق لكل المحترفين المصريين خلال هذه الفتره. نتمنى لهم يا رب كل التوفيق ويفضلوا ماشيين بهذا الشكل، لانه في النهايه الناس كلها النهارده بتتكلم عن محمد صلاح في انجلترا وفي العالم كله، الناس النهارده بتتكلم في تركيا عن تريزيجيه واللي بيعمله تريزيجيه والصفقه المهمه اللي جابها نادي طرابزون سبورت التركي، صفقه من اهم الصفقات اللي جابها خلال الفترات الاخيره بعد التالق الواضح والملموس لمحمود تريزيجيه. ايضا مصطفى محمد مع نانت، ايضا احمد حسن كوكا مع فريقه، بقيه ومرموش الانيا سبورت التركي، وايضا مرموش، كل اللاعبين اللي الحمد لله عاملين اداء وشكل رائع. طيب دي كانت اخبارنا النهارده، خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنستقبل الاول ضيفنا في او في الفقره الاولى، النجم الكبير كابتن ابو المجد مصطفى المدرب العام لفريق الداخليه. هنتكلم عن استعدادات الدوري العام المصري وكيف يرى الدوري العام المصري هذا الموسم، ايضا رؤيته ايضا في النادي الاهلي وماذا يحدث داخل النادي الاهلي من الناحيه الفنيه خلال هذه الفتره. نطلع نشوف فيديوغراف على نشوفه مع حضراتكم على اول بطوله فاز بها النادي الاهلي خلال الفتره، او اول بطوله فاز بها النادي الاهلي، فيديوغراف، وبعد الفيديوغراف نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل النجم الكبير كابتن ابو المجد مصطفى في ضيافه البيت الكبير. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن ابو المجد، اعتقد ذكريات جميله مع النادي الاهلي. اكيد طبعا. اول ماتش بتلعبه على روبرتو كارلوس، اول ماتش ليك؟ لا لا لا، مش اول ماتش. لا لا، انا يمكن انا جبت قبلها بموسم. لا اكيد طبعا، يعني فكره ان انت تلعب قصاد طبعا منتخب العالم دي كانت حاجه كبيره جدا بالنسبه لنا، ويمكن يمكن من زمان واحنا بنتفرج على الجيل بتاع ريال مدريد دوت واحنا صغيرين. يمكن انا فاكر كلمه كنا في معسكر منتخب وحسام غالي قاعد معايا ورضا ومجموعه كبيره، وحتى يمكن شيتوس كان معانا، فبنتكلم فروبرتو كارلوس بيلعب، فقال لك تخيل روبرتو كارلوس ده لو لعب على ابو المجد هينفضه. فتيجي الايام بقى والحمد لله، يعني كنت طبعا محظوظ ان انا لعبت في الفتره ديت، ويمكن لعبت ماتش تاريخي زي دوت، فالحمد لله يعني عملت شكل كويس. يمكن حتى بعد الماتش رحت خارج لحسام وقلت له ايه رايك اديني لعبت قصاد ريال، فكرته باللي حصل روبرت بالظبط. فلا كانت حاجه طبعا، يعني حاجه الواحد بيعتز بيها، ويمكن فخدت رجله لوحدها بسم الله ما شاء الله. لا لا، هو ما شاء الله يعني يعني لعيب. احنا شفناه لما بطل، لكن لما كان بيلعب ما لحقناش. لا بس انا بقى لحقت بقى. انت لحقت، انت شفته طبعا. لحقت، شفته ولعبت قصاده الحمد لله. فلا يعني الموضوع، يعني المباراه كانت حاجه يعني الواحد كان يعني ما يحلمش ان هو يلعب قصاد منتخب العالم، يعني حاجه كانت محترمه جدا. طيب خلينا بقى ننتقل الى الفتره اللي بعد كده، لكن برضو قبل بس ما اتكلم معاك في بقيه هذه الحلقه، عايز هو ليه الجيل بتاعكم كله معظمه اشتغل فني؟
يعني هتلاقي مثلا شوقي، شيتوس، ابو المجد، رضا شحاته، محمد محسن، ابو جريشه، ابو مسلم، حتى محمد عبد الواحد، امير عبد الواحد عزمي، تقريبا ده الاسماء بتاعت تقريبا. الجيل يعني. يمكن حسام غالي بس اللي فلت وراح حسام، هلال. جمال يمكن برضه خد مين الكريب، جمال؟ جمال حمزه. جمال يعني اعلام بالظبط. يعني بس، ما يعني لما يبقى 11 منهم او 12 فنيين والباقي واحد او اتنين، اعتقد ده يبقى عدد اكبر بكتير. متهيألي دي حاجة كويسة طبعا، الحمد لله. يمكن من الحاجات الإيجابية الفترة اللي فاتت إن برضو معظم المدربين الجداد الموجودين دلوقتي معظمهم يعني الأعمار السنية بتاعتهم صغيرة. مظبوط. يمكن خرجنا برضو بره الدايرة اللي هي بتاعت يعني المدربين الخبرات، فيمكن أنا شايف إن دي حاجة إيجابية في الدوري. يمكن برضو كل ما بيبقى السن أصغر كل ما بيبقى برضو الطموح طبعا والثقافة، وإن أنت تبقى عايز تتعلم وعايز تشوف وتجرب وتدور على أجدد حاجة. يمكن ديت حاجة الحمد لله أنا شايفها إضافة في الدوري حتى من السنة اللي فاتت. معظم يعني طرق اللعب اتغيرت، أسلوب اللعب اتغير، هتلاقي الشكل نفسه بتاع الدوري أو أسلوب لعب الفرق ما بقاش على نمط واحد زي معظم الفترات القديمة يعني. مظبوط. فيمكن أنا شايف إن دي الحمد لله حاجة إيجابية الحمد لله في الدوري، وبإذن الله يعني يا ريت تستمر إن شاء الله. ان شاء الله تستمر، لكن انا برضو شايف مباراه، ما اعرفش انت هتبص لها ازاي، مفارقات لطيفه يعني، انت ورضا شحاته كمان يعني. تخيل مباراه الداخليه مع المقاولين، كابتن رضا وكابتن ابو المجد مع يعتبر الاب الروحي ليكم طبعا طبعا كابتن كابتن شوقي شاوي غريب. طبعا. بتبصوا يعني الحاجات دي انتوا عملتوها اعتقد في الجونه، او انت في الجونه كنت كنا في في الجونه. الجونه طبعا في الجونه نفس لحقته بالظبط. كابتن شوقي؟ لا ما لا لا لحقتوش. لا لا ما لا لحقتوش. لا يعني ممكن تكون أول مرة تحصل يعني. بالظبط. يعني طبعا اكيد كابتن شوقي يمكن من الناس اللي ليها فضل علينا كبير جدا، ويمكن زي ما حضرتك قلت يعني يمكن الاب الروحي للجيل كله. لكن يعني احنا المفروض الفتره ديت انتقلنا لحاجه تانية، تنافسية. حاجه تنافسيه. فطبعا انت طبعا اكيد الولاء طبعا. بيبقى المكان اللي انت موجود فيه، ويمكن دي حاجه كمان الحمد لله الواحد اتعلمها حتى في النادي الاهلي هنا. بنشوف مدربين كبار بتشتغل خارج النادي الاهلي، بيكسب النادي ومن الاهلي او ولاد النادي بيحاول. الاهلي بنشوف يعني قمه الروح والعزيم ان هو يحاول ان هو يقدم احسن حاجه قصاد النادي الاهلي. يمكن ديت برضو من الحاجات اللي الواحد اتربى عليها في النادي الاهلي. فيمكن زي ما قلت لحضرتك دي حاجه طبعا بتبقى اثبات ذات، فبتحاول ان انت ان شاء الله تقدم احسن حاجه، فبتتجنب بقى الحاجات الشخصيه ديت على جنب شويه. طبعا بتنظر دائما لكن انا بتكلم بقى، ده مدربك وانت في الناشئين وفي منتخب الشباب وكذا وكذا وكذا، عملت معاه انجاز كبير جدا وليك بالظبط. ذكريات معاه كبيره جدا، لما تشوفه بقى كمنافس قدامك لا بالعكس، انا فرق شايف، السن طبعا وفرق انا الخبره. شايف ان كابتن هو شوقي في حته يعني تانيه. كابتن شوقي طبعا بيبقى يعني هو بيبقى شايفنا، هو فرحان بينا ان احنا كنا موجودين معاه واحنا لعيبه، ودلوقتي احنا منافسين ليه. منافسين ليه ومدربين. فيمكن دي حاجه انا شايف ان كابتن شوقي يمكن اكتر واحد هيبقى فرحان في الدنيا بينا يعني بالمجموعه بتاعتنا. طيب اخبار الداخليه، انت المدرب العام لفريق الداخليه مع لا كابتن لا، رضا، مدرب مساعد. مدرب مساعد لكابتن رضا شحاته المدير الفني للداخليه. الداخليه عامل ايه بقى بعد الصعود مره تانية للدوري الممتاز؟ بص يعني يمكن الحمد لله الفترة اللي فاتت دي كلها احنا كنا بداية رضا طبعا لما مسك يمكن دخل على يعني القوام اللي موجود من الفرقة مش كبير. اوكي. برضه بتتكلم في ان الامكانيات المتاحه الماديه مش احسن حاجه، اللي هي تقدر ما تقدرش ان انت تتحرك طبعا. باريحيه ان انت تقدر تجيب لعيبه كتير او لعيبه بمواصفات معينه. لكن من الحاجات الايجابيه اللي احنا يعني اشتغلنا عليها ويمكن رضا اصر عليها ان برغم قله الامكانيات ديت انت مصر تجيب اللعيب الكويس، اوكي. مصر ان انت تجيب لعيبه تنفع تتناسب مع
اسلوب شغلك وطريقتك وطموحاتك اللي انت عايز تشتغل عليها. فيمكن دي من الحاجات الحمد لله اللي احنا كنا مركزين فيها اول فتره اللي فاتت، والحمد لله ربنا كرمنا قدرنا يعني لحد ما يعني يبقى معانا مجموعه كويسه نقدر نبدا بيهم الدوري ان شاء الله. شايف الداخليه هيقدر يعني يبقى في وسط سمك القرش اللي موجود؟ يعني طبعا عدد كبير من الانديه الكبيره ذات الجماهيريه الكبيره وذات الامكانيات الماديه وكل حاجه يعني، فعندك انديه كبيره جدا تقدر نادي الداخليه السنه دي ممكن يبقى موجود، ولا هيتخذ بقى نفس الشكل اللي هو او الكلمه اللي دايما بنقولها الصاعد هابط؟ لا يعني انا شايف ان احنا الحمد لله احنا محضرين الفرقه بشكل كويس. زي ما قلت لك في البدايه ان احنا الحمد لله بالرغم من برضو قله الامكانيات او مش الصرف العالي، لكن كنا مصرين ان احنا نجيب لعيبه كويسه. فانت معنى ان انت تصر على حاجه زي كده يبقى انت بتحضر لحاجه مختلفه، حاجه مش زي ما حضرتك بتقول كل سنه او الصاعد هابط. لا يعني احنا ان شاء الله احنا واثقين في اللعيبه اللي موجوده واللعيبه اللي جت، وانا ان شاء الله باذن الله يعني هفكرك. هو الملعب لوحده صراحة ممكن كمان يعني تتعمل بيه ملعب، لسه هتلعبه في نفس الملعب؟ لا حاليا لا، لسه ما جاتش موافقه كامله. احنا اول ماتش هنلعبه على استاد السويس، ماتش طلائع الجيش. طلائع الجيش ده ماتشكو ولا ماتشهم؟ ماتشنا، لا ماتشنا ماتشكو، انتوا بتلعبوه على السويس. السويس كويس، احسن من الملعب الصغير اللي هو في ده، كان ملعب صعب قوي انا فاكر. ما هي يعني المشكله برضو تتمرنوا هناك ان تبقى في ترتيبات. فين؟ في لا 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 الاسكندريه؟ لا، احنا بنتمرن في النادي نفسه، النادي ده في جيش السويس. اوكي فزي ما بقول لحضرتك يعني لا ان شاء الله احنا عاملين فرقه كويسه، واحنا لينا طموحات واللعيبه عندها دوافع ان شاء هو الله ده. ان هي انتوا بتعرفوا تختاروا كويس على فكره، يعني انتوا كمجموعه انا عارف ان انتوا بقالكم فتره كمان بتشتغلوا مع بعض، بالظبط. وبالتالي قادرين ان انتوا تختاروا حتى لو شويه شباب صغيرين جايبين منهم من هنا او من هنا بالظبط مع لاعبين قد يكون او قد ينظر البعض ليهم ان هم انتهوا خلاص، بتلاقي بتعرفوا ترجعوهم مره تانية تهيألي يا بالظبط ابو يا كابتن. جريد. يمكن حتى احنا يعني تاكيدا لكلامك احنا معانا كابتن محمد نجيب، نجيب طبعا بالرغم سنه السن، ويمكن معظم الناس بتتكلم في حته السن والكلام ده، لكن احنا يعني الحمد لله احنا شايفين في نجيب نجيب حاجه. نجونة بالظبط، يعني شايفين في حاجه كبيره جدا، يمكن من اللعيبه يعني القليله جدا اللي هي تلاقيها بتحافظ على نفسها ملتزمه، بيبقى احسن حد في التمرين بيشتغل، فمحافظ على نفسه. فالحاجات دي كلها هي اللي مخلياه يكمل. بيكمل، ومخلياه حتى احنا الحمد لله عندنا ثقه فيه ان هو يكمل بشكل كويس. لا وكمان ممكن واحد زي نجيب كمان خلي بالك لعب في النادي الاهلي وخد بالظبط، بطولات عنده خبرات يقدر طبعا يلم كبيره يعني جدا طبعا كويس ككابتن طبعا يعني طبعا، طبعا. لو في كابتن لكن ككابتن للفريق ممكن يبقى له دور مهم بغض النظر عن الشاره موجوده ولا لا بالظبط قد ايه، بالظبط لكن هو كابتن. كواحد موجود ككبير في السن وله اسمه وقدرته يقدر يلم حتى الفرقه كمان هو كمان كابتن اخلاقيا لا محمد من حاجه الناس محترمه المحترمه جدا. جدا ف خلي بالك انا مريت بنفس الظروف دي تقريبا مع حرس الحدود لو فاكر، انا فاكر طبعا نفس الظروف دي تقريبا، انا كنت رايح عندي 35 36 سنه وانا بالظبط كده. رايح حرس الحدود وكان نفس الفكره اللي انت بتتكلم فيها دي، عملت وحرس موسم كويس قوي انت في ثلاثه الفتره دي يا انا كابتن. بقول لك بالظبط، احنا خدنا لا كبدايه النادي اللي حرس الحدود خد كاس مصر كيس. مرتين بالظبط وسوبر مره، بالظبط فده يعني حصلت كانت اول مره في التاريخ يخش 3 بطولات ورا بعض في بالظبط يا كابتن. نادي حرس الحدود، فنجيب ممكن من الناس اللي تقدر تشتغل معاكم بشكل جيد. مين الاسماء تانية برضو يا ابو المجد؟ يعني بص يا كابتن احنا يعني احنا معانا الناس يعني معانا 9 لعيبه صغيرين اوكي من اللعيبه القديمه في الفرقه. يمكن يعني كابتن فرقه كابتن سمير فكري سمير لعيب كويس لعيب كويس قوي بيلعب في الداخليه من زمان بيلعب في الداخليه، بقى له تقريبا 3 سنين. فبرضه من العناصر المهمه جدا. معانا طبعا محمد مجدي حارس مرمى لسه جايبينه، وموجود رضا السيد، وموجود احمد طارق سليمان جبناه برضو. اوكي لا حراسه المرمى اسماء جيده فالحمد الحقيقه لله. يعني، احمد طارق كويس، محمد مجدي كان بيلعب في الاسماعيلي فكويس برضو، بالظبط. فمجموعه كويس. فالحمد لله الحته بتاعت حراسه المرمى الحمد لله عندنا فيها المكان الحمد لله ناس فيها كويسه. عندنا
يعني معظم الناس اللي جت هتلاقي معظمهم برضو نصير، خدنا نصير أهلي. على سبيل الإعارة الأهلي، خدنا ميدو، خدنا وليد مصطفى، مصطفى يعني فوزي. عاملين فرقة جيدة. فالحمد لله يعني زي ما بقولك، يعني الفكرة كلها ان انت بتدور على اللعيب اللي هو عنده دوافع وعنده طموح يقدر يشتغل معاك في ظل برضو الظروف اللي انت موجود فيها. يمكن برضو من الحاجات المقلقة شوية ان معظم الناس ديت دخلت معانا متأخر شوية، اوكي يعني عقبال برضو ما بدأت تجمع الناس وبدأت الناس تخش في الفرقة. يمكن احنا جمعناهم تقريبا، اتجمعوا في المعسكر الأساسي اللي هو ال15 يوم قبل من قبل دلوقتي. 15 يوم، وعندك اسبوع يعني تقريبا بقالنا بتاع حوالي 20 يوم تقريبا الفرقه. يعني قليل طبعا، بس قليل طبعا يعني يعني على فكره ان انت تقدر يعني يبقى في حاله انسجام ما بين الفرقه مظبوط. واللعيبه ما بين بعضها. يمكن وقت غير كافي، يمكن احنا كان نفسنا يبقى الوقت اكبر من كده، لكن ماشي، ان شاء الله باذن الله هتلاقي الامور ان شاء والحظ الله ان الفتره مفيش الجايه وقف كمان في كاس العالم، فهتلعب بقى ورا بعض. هتلعب. لا بس ان شاء الله يعني الحمد لله احنا يعني عاملين حاله كويسه ما بين اللعيبه، واللعيبه ميزتها ان هي دخلت مع بعض بسرعه، اوكي فبرضو اللعيبه صغيره وعندها استيعاب بسرعة سريع. بسرعه، فيمكن الحاجات دي اثرت الوقت شويه في طبيعه الشغل معاهم. يعني ربنا يكرم. أول مباراة مع مين قلت لي؟ طلائع الجيش، طلائع الجيش، والتانية التانية الاتحاد، والتالتة نادي الاهلي. تالتة النادي الأهلي. تمام. طيب خلينا بقى نروح للنادي الأهلي. كويس احنا هنتكلم على مباراة كمان من المباريات الإفريقية، يعني مش هيكون هناك حرج يعني ان انت لا لا تتكلم عنها، لكن مباريات النادي الاهلي برضو امبارح اول مباراه افريقيه لمارسيل كولر، شفتها ازاي؟ او تاني مباراه يعني ذهاب وعوده. بص يعني يمكن في حاجات انا بقارنها بالفتره الاخيره للنادي اوكي الاهلي والبدايات بتاعته. انا شايف البدايات بتاعته لحد ما بدايات جيده، يمكن الماتش التاني افضل بكتير. شايف من الحاجات اللي انا لاحظتها ان في هدوء جوه الفرقه بشكل عام بين كل اللعيبه. شايف ان الراجل ده برضو عمل حاجات مهمه جدا، ان هو عامل روتيشن مع اللعيبه بشكل كويس. يمكن حتى بانت في المباراه الثانيه، عمرو يمكن السوليه عمرو وحمدي فتحي. السوليه وحمدي فتحي وحسين ايوه الشحات فانا اقصد ان هو بدا يعني محتاج ان هو يجهز كل اللعيبه، ويمكن دي من الحاجات اللي كان النادي الاهلي يفتقدها الفتره اللي هي بتاعه موسيماني. فكره ان اللعيبه اللي داخل الفرقه مش كلها جاهزه بالشكل الكامل، فيمكن الراجل ده انا شايف ان هو حاطط ايده برضه على الحاجات اللي كانت ممكن بتأثر بشكل كبير جدا على الفرقة. ويمكن من الحاجات المهمة اللي عملها زي ما قلت لك تدوير الفرقة وجاهزية اللعيبة اللي حتى الاحتياط او الناس البدلاء او الناس اللي بره التشكيل. فيمكن شايف ان من الحاجات ديت حاجات إيجابية في الفترة الأولانية. شايف الانطباع الأولاني يعني الراجل مع الناس او مع جمهور انطباع كويس، فيمكن حتى البدايات الحمد لله انا شايف بدايات كويسه تبشر ان النادي الاهلي ماشي بخطى كويسه يعني الفتره اللي جايه. طيب برضه هل من الممكن ان نحكم على مارسيل كولر ولا لسه استنى عليه قد ايه؟ انا كاهلاوي، واحد اهلاوي، واحد مشجع اهلاوي، ينتظر لغايه امتى؟ بص يعني انت عندك طبعا يعني دي تاني مباراه لي، اوكي انت محتاج طبعا شويه وقت ان انت الفتره اللي جايه هتلعب دوري في سوبر في دوري مجموعات افريقيا، فهتبدا الماتشات وضغط الماتشات يبدا يظهر تاني. فانا شايف ان لا ان يعني لسه برضو فكره الحكم عليه في الفتره الاولانيه متهيألي هتكون برضو مش واضحه. هي الفترة الأولانية بتبقى قد إيه يا أبو المجد؟ يعني أنا عشان أقول إن المدرب ده كويس أو مش كويس، كان بتكلم بشكل كابتن عام يعني مش بتكلم على بشكل كورة. عام كابتن يعني مش اقل مثلا من 6 7 ماتشات بتقدر تشوف هو بيتعامل مع كل مباراه ازاي، بيتعامل مع كل بطوله ازاي. هتشوف هو مثلا هو هي السيستم بتاعه او النظام بتاعه ماشي على 3 بطولات ولا لا، هو
افريقيا يلعب بشكل معين، في الدوري هنا هيلعب بشكل معين، فده برضو محتاج وقت ان انت تقدر تحكم عليه، ان انت تشوفه وتبدا تحلل الراجل ده هيبدا يركز على ايه، او هيثبت برضو بتشكيل معين يشتغل بيه في الماتشات كلها، ولا هيبدا زي ما قلنا ان هو بدا يجهز كل اللعيبه وبدا فالحاجات دي برضو محتاجه الاستمراريه. طيب امبارح الجبهه اليمنى، وانت كنت احد نجوم الجبهه اليمنى في النادي الاهلي، محمد هاني خد جزء واكرم توفيق للمباراه الثانيه على التوالي، شفتها ازاي؟ انا شفت ان طبعا رجوع اكرم توفيق فرق كتير جدا في حته اليمين النادي الاهلي، يمكن حل مشكله الفتره اللي فاتت، ويمكن حتى جت بالايجابيه مع محمد هاني. محمد هاني عمل حتى لما نزل عمل وقت محترم جدا، ويمكن اداؤه كان جيد جدا في المباراه، ودي برضو من الحاجات الايجابيه اللي هي فيها منافسه وفيها طول ما انت بيبقى عندك كذا لعيب في 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 المكان، لازم هتلاقي اللعيبه اللي موجوده فيه تنافس على التواجد عشان يلعبوا بصفه مستمره، فهتلاقي الناتج افضل بكتير. فانا شايف من الايجابيات اللي حصلت الفتره اللي فاتت رجوع اكرم توفيق مع محمد هاني، فهتلاقي الموضوع هنا فيه استقرار، وهتلاقي فيه منافسه كويسه في المركز دوت. يمكن حتى الفتره اللي فاتت زي ما قلت لك كان عندنا مشكله شويه في الحته ديت، لكن انا شايف الفتره اللي جايه ان شاء الله الموضوع هيختلف في الجبهه اليمين. خلاص انا شايف ان شاء الله هتلاقي الامور مستقره. يعني كمدرب يا ابو المجد، لما بتفكر في الصفقات الجديده تفكر في الصفقات الجديده ازاي؟ يعني عدد من الصفقات يبقى متواجد، ولا الكم ولا الكيف؟ يعني لان هو لا، هي دي القصه. احتياجاتك يا كابتن طبعا. نعم، احتياجاتك. يعني انت بتدور على احتياجاتك. يمكن انا شايف النادي الاهلي السنه دي ما عملش كم صفقات كتيره، لكن هو جاب احتياجاته اللي هو محتاجها في الفتره ديت. ممكن يكون برضو لسه في عناصر محتاجها يضمها، لكن طبعا ممكن يكون يعني لسه بيدرس لعيبه معينه، او محتاج ان هو يجيب حد بمواصفات معينه. اوكي، فيمكن برضو الوقت ما اتاحش ان هو يقدر يجيب حد. لكن انا شايف ان لا، انت بتدور على احتياجاتك الاول عشان تقدر تبني فرقتك عليها. مش الكم، لو مش هتقدر ان انت مثلا يبقى عندك عدد من لعيبه كويس، ممكن تقدر تعمل روتيشن فيهم او تمشي وتدخل، ده بيقلل الاستقرار عندك في الفرقه. فانت بتدور على الاحتياجات والنواقص المهمه اللي بتخش جوه الفرقه، ودي بتبني فرقه كويسه، وبتبني فرقه تقدر ان انت تنافس بيها بسرعه. وهو ده الاهم. هو ده الاهم طبعا. اوكي، فلا انا يعني هو التفكير بيختلف يا ابو المجد، يعني بيختلف على حسب الهدف اللي انت عايزه. يعني النادي الاهلي مثلا بينافس على كل البطولات، فيبقى لازم يبقى ايه بيجيب. يعني مثلا انا النهارده كنت بتكلم على برشلونه وريال مدريد، برشلونه كسب ريال مدريد في الصفقات، 12 صفقه لبرشلونه واربع صفقات لريال مدريد وصفقتين ناشئين بالظبط. لكن في النهايه على ارض الملعب، بعيدا عن النهارده ريال مدريد كسب برشلونه في الملعب، لكن انا بتكلم بشكل عام، تحس ان ريال مدريد اتقل. اتقل طبعا يا كابتن. هي فكره ان انت بيبقى عندك قوام الفرقه او الناس اللي مستمره معاك، ادام هي بتأدي بشكل كويس وانت عندك قناعه بيهم، وطريقه اللعب بتناسب المجموعه اللي معاك، انت بتبدا تخش، بتبدا انت تجيب الزيادات او بتدخل العناصر الجديده في احتياجاتك او في المراكز اللي هي اللي ناقصه عندك. فده بيدي استقرار كبير جدا للفرقه، وده زي ما قلت لك يا كابتن بيخلي الموضوع بالنسبه لك ما بيبقاش فيه مشكله. حتى وانت بتشغل التكتيك او تشغل فني معاهم، بتبقى الامور بالنسبه لهم محفوظه خلاص. يعني اوكي، بيبقى حافظ شغلك وحافظ طريقتك. فانت مهم جدا ان انت يعني ما تدخلش عدد وخلاص، لا، انت لازم تجيب عناصر تناسب المجموعه كمان اللي داخله، ودي حاجه مهمه جدا. وانت بتنقي لعيبه كويسه او بتنقي حد يخش معاك جديد، أوكي، لازم تجيب حد يناسب
تفكيرك ويناسب كمان المجموعه اللي هيلعب معاها. تمام. خلي بقى يعني شايف ازاي بقى الدوري العام المصري السنه الجايه؟ الدوري العام المصري يعني مثلا الاهلي هيلعب اولى مبارياته النادي الاسماعيلي. الاسماعيلي النادي الاسماعيلي عدد كبير من الصفقات، طبعا عدد مدير فني جيد او اسم كبير في عالم التدريب في مصر وفي افريقيا تحديدا الحقيقه جاريدو. ف مين تاني كمان من الانديه اللي انت شايف ان هو من الممكن ان يكون له دور السنه دي بقى في الدوري مش مجرد تواجد يعني؟ بص يا كابتن، يمكن انا شايف الموسم دوت هيبقى موسم صعب جدا. معظم الانديه استعادت بشكل كويس، يمكن حتى عن طريق الصفقات والفلوس اللي بتدفع في اللعيبه والانتقالات، تقدر تقول ان الدوري مش هيبقى سهل السنه دي. عندك لا انديه كبيره جدا وانديه كتيره جدا، تقدر تقول ان هم برضو هيخشوا المنافسه من بدري. يمكن عندك طبعا النادي الاهلي، نادي الزمالك، نادي الاسماعيلي استعد بشكل كويس وجاب صفقات، وزي بيراميدز ما حضرتك قلت، وجاب مدير فني وجهاز فني كبير. عندك نادي الاتحاد، بيراميدز طبعا، عندك فيوتشر فيوتشر طبعا ماشي بشكل كويس وعنده استقرار سموحة مع طارق فني كويس، العشري، وكابتن طارق العشري الجيش مع طارق، بالظبط، مع كابتن علاء. كابتن علاء. فانت بالمناسبة عندك كابتن علاء هو اللي كان عامل برضه أو هو هو اللي اللي عامل له طبعا اشتغل فترات طويله جدا مع داخلية نادي الداخليه وحقق معاه نتائج هايله يعني. ده يزود من صعوبة الماتش بالظبط. برضه فانت بتاعكم. بالظبط فانت عندك انت عندك مشكله كبيره جدا ان معظم الانديه دلوقتي السنه دي اللي مش هي يعني رايي اللي مش هيبدا كويس هيعاني، اللي مش هيبدأ اللي مش كويس. هيبدا كويس هيعاني. يعني مش زي كل مره تقول لا مع الوقت هبدا اجمع او هبدا الم نفسي. لا، انا شايف ان الدوري السنه دي لو انت ما بداتش كويس وبدات تجمع من بدري، لا المشكله هتبقى كبيره جدا على الانديه اللي مش هتقدر تجمع في البدايه. يجمع قد ايه بقى يا ابو المجد من وجهة نظرك؟ يعني الدور الاول 25 30 نقطة مثلا؟ بص يا كابتن، يعني انا شايفها صعبة كمان 25 30 نقطة. بنسبة يعني ك 10 ماتشات 10 ماتشات تكسب. يعني انت مش هتحسبه مكسب بس، يعني برضه مكسب وتعادلات، ما 10 ماتشات ايه؟ ماشي يعني ماشي. مكسب وتعادلات تقدر تجمع ال 25 بون، فيمكن برضه تخليك داخل الدور الثاني اهدى شوية. مستريح شوية. تالي لكن تجربتكم مع الجونة في الاول انتوا يعني هو الجونه فضل ينافس لغايه اخر وقت ليه؟ لانه كان جايب عدد كبير من النقاط السنه اللي فاتت في اولها على ما فبالظبط يا اتذكر كابتن، يعني، يمكن صح ولا؟ بداياتنا كابتن احنا كنا جايبين مثلا اول 6 ماتشات حوالي 14 بونت تقريبا او 16 بونت حاجه زي كده. فانت بدات الحمد لله، بدانا الموسم الاولاني مع جونه تعادل تعادل واربعه مكسب، فيمكن دوت برضو اللي خلى الفرقه تمشي بشكل كويس وخلى الفرقه تلعب برضو الضغوطات يا كابتن في الفرق اللي هي برضو مش كبيره. الضغوطات بالنسبه لها طول ما انت بتكسب المكسب دوت برضو بيريحك، فبيرفع من عندك الضغوطات شويه، فبتقدر تلعب حتى الماتش اللي بعديه برتم بهدوء. اهدى شويه بهدوء، فبتبدا اللعيبه حتى تاخد ثقه كويسه، فتبدا الامور تمشي في الاطار اللي انت عايزه. ما بتبقاش مصربع، ما بتبقاش معمول عليك ضغط الخساره والحاجات ديت. فيمكن زي ما قلت لك مهم جدا ان انت في البدايه تجمع عدنات كويسه عشان تقدر حتى تأدي وتبدا تشتغل باريحيه شويه. الجونة من وجهة نظرك ان هو اخطأ ان ساب الجهاز اللي كان موجود بقيادة رضا، ولا شايف ان هم شافوا ان لا، لان هو مشى رضا وبعدين جاب تامر وبعدين تامر مشي بعديها بكام ماتش وبعدين جاب كابتن طلعت بص يا وفي كابتن، الاخر نزل؟ يعني هي كانت في حاجات كتيرة جدا مش مفهومة في الفترة اللي احنا كنا شغالين فيها. حتى يعني فكرة ان نادي الجونة برضو من الفرق من احسن فرق اللي انت تقدر تشتغل فيها، بالظبط، مفيش استقرار جماهير مالي واستقرار فني وإدارة محترمة جدا. لكن في الفترة بتاعتنا كابتن احنا حسيناها من البدايات ان في حاجات ممكن تحصل كده كابتن وانت شغال انت مش مستريح لها، او امور بتحصل قدامك مش حاسس بالاستقرار الكامل اللي هو كان زي قبل كده. فكره ان برضه استعجلوا في فكره التغيير، وانت كنت في وقت او
او المكان اللي انت كنت فيه ما يديش الايحاء ان انت تقدر تغير في الوقت دوت. فيمكن برضو التغيير في الوقت دوت انا شايف ما كانش موفق يعني بالنسبه لنادي الجونه، ان خاصه ان يعني رضا كان بقاله 3 سنين، يمكن رضا كان بقاله 3 سنين او 4 سنين قبل احنا حتى ما نيجي ما نروح نشتغل معاه. رضا اشتغل مع معظم اللعيبه اللي كانت موجوده في الجونه، فيمكن كان عارف اللعيبه وعارف شخصياتها وعارف يقدر يتعامل معاهم ازاي. فكانت من الحاجات اللي منجحها رضا مع المجموعه ديت ان رضا ما كانش بيتعامل معاهم كمدرب، كان بيتعامل شويه مدرب شويه اخ شويه صاحب شويه اب. فكانت الامور بالنسبه لرضا، لا رضا كان حافظ اللعيبه وحافظ امكانيات اللعيبه المتاحه، ويمكن زي ما قلت لك ده اللي اثر بشكل كبير جدا في التغيير. يمكن كابتن تامر حتى لما جه بعدينا خد وقت كبير جدا عقبال ما بدا يخش او صحيح يتعامل مع اللعيبه او اللعيبه تبدا تتكيف على على الاسلوب. فيمكن ده الفتره اللي اثرت على النتائج واثرت على الفرقه في الفتره دي. طيب اخيرا برضو يا ابو المجد، شايف الدوري من ده خلاص ده فوق، احنا قلنا فين المنافسه فوق وبتاع، لكن من الناحيه بقى من بعد الخامس السادس يعني منافسات الشكل يعني المنافسات يعني نقدر نقول مين اللي هيكمل؟ لا يعني دي برضه صعب كابتن صعبه جدا ان انت تتنبأ لها من دلوقتي. زي ما قلت لك كابتن يعني عدد كبير جدا من الفرق استعد بشكل كويس الفتره اللي فاتت، ويمكن عملوا فتره انتقالات للعيبه او كل نادي جاب احتياجاته، فالناس مستعده بشكل كويس. فتقدر ان انت صعب جدا ان انت تحدد دلوقتي الشكل تحت هيبقى عامل ازاي، او الناس اللي هي ممكن تعاني في الفتره الاولانيه هتبقى مين. لا هتبقى صعبه جدا كابتن الفتره دي. عموما اتمنى يا رب كل التوفيق للدوري العام. يعني انت شايف السنه دي ان في دوري هيبقى حلو فنيا؟ المفروض ان هو يكون كويس، المفروض يعني على جاهزية الفرق واللعيبة والفلوس والإمكانيات الفلوس اللي اتصرفت بالظبط. فالمفروض ان هو يبقى يعني ان شاء الله يبقى يعني دوري كويس. شفت النهارده ريال مدريد، انت برشلونه ولا ريال مدريد؟ ما لحقتش، كان عندنا تمرين. انت برشلونه، تشجع برشلونه كان ولا ريال مدريد؟ لا ريال. كويس يعني، مبروك يعني النهارده مبروك. والناحيه مبروك. الثانيه مانشستر سيتي وليفربول. والليفر ما طبعا. اتفرجتش برضه؟ لا ما بقول لك عندنا تمرين. ملحقتش. لا ما لحقناش. ربنا يعينك ان شاء الله من يوم الثلاث نبتدي نتفرج على مباريات ان الدوري، شاء وان شاء الله الله تعملوا شيء جيد باستثناء مباراه الاهلي يعني. ان شاء الله ان تعملوا شاء مباريات الله باذن جيده ان الله. شاء الله. كل التوفيق لك يا ابو المجد، وكل التوفيق حبيبي يا كابتن ربنا لكابتن يخليك. رضا ولكل الحقيقه المديرين الفنيين في الدوري هذا الموسم. انا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا، شرفتنا ونورتنا. حبيبي يا كابتن اسلام ربنا يخليك، وانا سعيد جدا كنت معك موجود معاك النهارده. شكرا الحمد لله جزيلا شكرا للنجم كابتن. الكبير كابتن ابو المجد مصطفى. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نستقبل كريم سعيد، وايضا هيكون معانا محمد جمال، هنتكلم عن اهم الارقام اللي حصلت فيهم مباراه امبارح، وبرضه نطلع نشوف ماذا قال جمهور النادي الاهلي عن بدايه الدوري العام وانطلاقه الدوري العام للنادي الاهلي ما بين النادي الاهلي والنادي الاسماعيلي. وبعد كده فاصل، وبعد الفاصل كريم ومحمد جمال في ضيافه البيت الكبير. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. كريم سعيد، ازيك يا كريم؟ نجد مسلم، بارك ايه، كله محمد تمام. كابتن ايضا محمد جمال، ازيك يا حبيبي يا كابتن؟ بارك مبسوط ايه، ان انا موجود معاك انت وكريم. ربنا يخليك. خليني ابدا معاكم، هنتكلم النهارده في حاجتين او ثلاث اربع حاجات. اولا خلينا نتكلم عن، وانا الحقيقه ما رضيتش افتح الموضوع ده في الانترو، عن موضوع كابتن ابراهيم نور الدين. لان هناك البعض يرى ان ركله الجزاء اللي حصلت امبارح هي ركله جزاء صحيحه، وهناك نعم بعض دول جماهير ولا حكام؟ لا، بعض التوانسه اللي بيشجعوا الترجي. ممكن كده تعدي كده مفهوم كده تعدي مفهوم كده ماشي. طيب، وهناك البعض الاخر لا يرى انها ركله جزاء، شايفها ازاي يا كريم؟ خلينا طبعا أبدأ. احنا يعني بنتكلم على كوره كلنا شفناها، وللاسف للاسف الكوره حتى ما فيهاش جدل، عشان بس نبقى واضحين ان الكوره دي عرقله وليست مسك.
لان بعض الناس بتقول لي يا كريم لا ما اصل العرقله استمرت لداخل منطقه الجزاء، مفيش حاجه اسمها عرقله بتستمر داخل منطقه الجزاء، الشد هو اللي يستمر. ما فيش ما فهمش يعني انا دلوقتي هشنكل واحد هقعد اشنكله خمس ثواني ازاي يعني طبعا. هي لقطه خلاص انا عرقلته بيقع انتهى الموضوع. الجذب والشد هو اللي فيه استمراريه، هو ده اللي لا هي واضح ان العرقله بره لكن واقع جوه. لا لا اقصد هي عرقله مش شد، هو مش مشدود، لان الشد والمسك ممكن صح. هو القانون قال لو الشد والجذب استمرار استمر لداخل منطقه الجزاء يبقى ركله الجزاء، حتى لو ايفن الشد ده بدا من خارج منطقه الجزاء. اوكي. انما العرقله هي بره، وبره ايه؟ ده بره بمسافه واضحه. اوكي. الفكره كابتن اسلام ان احنا بنتكلم على الامر ده بقالنا فتره، ان احنا سمعة التحكيم المصري خارج مصر بقى فيه مشكلة. صحيح. يعني قلنا احنا في المونديال زيرو حكم ساحة، لينا حكم مساعد واحد. في افريقيا دلوقتي مشاكل، ولك ان تتخيل طبعا يعني فريق يا عم ما المنتخب بتاعكم ما راحش، مش اتقال كده برضو؟ نعم. المنتخب أيوه بتاعكم ما راحش كاس عالم اهو. ايوه. فاشمعنى الحكام يعني؟ اشمعنى الحكام يعني؟ كأن الاثنين يعني بينافسوا بعض. اهم الاقوال المأثورة للكابتن عصام عبد الفتاح. يعني انا عايز حضرتك تتخيل بجد والله انت وجيمي فريق بلاتو يونايتد ده جهد اللي عملوه عشان اللي عارف الفرقه دي يا كابتن اسلام كل التارجت بتاعها ولا ان هم يكسبوا دوري ابطال ولا ان هم يروحوا كاس عالم انديه، ده مش تارجت خالص. كل التارجت بتاعهم ان هم يوصلوا لاقصى اقصى دور ممكن عشان اللعيبه دي تتسوق ويبيعوا ويبداوا يكملوا ويعيشوا حياتهم بعد كده، والفريق ده يعمل عمليه تدوير الاموال ويبيع لعيبه ويجيب تاني ويعيش. الفريق ده النهارده بيتظلم ظلم مبين قبل يعني وصوله رسميا لدور المجموعات ب 10 دقائق. اوكي. 10 دقائق الفريق فعلا عمل مباراه كويسه. بصراحه يعني عمل مباراه وكان ايه في الزايبه جيمي مغلوب 1-0 ورجع 2-1. صحيح. المباراه دي متماسك دفاعيا لاقصى درجه وايا كان. وخليني اصل بيك ان مثلا الترجي وصل المباراه النهائيه بسبب هذه المباراه. تلت ساعة بسبب هذا الخطا. ده تلت ساعة على التوالي. تلت ساعة على التوالي في ازمه. لو ده حصل يعني. لا في ازمه يعني في ازمه في ماتشات الترجي بالذات في الدور اللي قبل المجموعات في ازمه. يعني قبل كده برضه فريق اعتقد كان الاهلي بنغازي. اهلي بنغازي كوره مش ممكن، هدف تسلل واضح جدا جدا اتحسب برضه. لا ومين الحكم يا كابتن؟ نعم. مين الحكم؟ محمود البن. كابتن محمود البن. في اللي فات؟ اللي فات البطوله اللي فاتت. المره دي كابتن ابراهيم تسلل وردين. وضرب الجزاء يعني غلطتين في ماتش واحد. كابتن المره دي كابتن ابراهيم نور الدين. اوكي. هو كان فين بقى جيمي ابراهيم نور الدين في اللعبه دي؟ بعيد. كان مين؟ بعيد يعني كابتن ابراهيم نور الدين. ما هي دي بقى، هي دي بقى الحته. لا هي مش قصه في بعيد يا كابتن. القصه انت شايف انها ركله جزاء؟ لا طبعا. لا 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 طبعا. كره متر بره، متر بره ال 18. وعجبني التناول بتاع كريم انه فرق كبير جدا ما بين العرقله رجل في رجل، الرجل الشمال في الرجل واضحة. اليمين بقى العرقله واضحه تماما واضحة، لكن يعني هي عرقله مش شد. ليه؟ الشد قد يحسب استمرار المخالفه داخل منطقه الجزاء، والمثال الشهير رغم الغاء القصه بتاعه استمرار المخالفه وعودتها باللعبه بتاعه الكابتن حسام حسن مثلا على سبيل المثال في كاس عالم 90 كان استمرار الشد واستمرار الجذب داخل منطقه الجزاء. دي واضحه دي برده صح مليون في الميه. ايه الفرق ما بين دي ودي؟ الفرق ان دي شد استمرار المخالفه. الشد قد يستمر البضع اللي بضع ثواني داخل ال 18، لكن العرقله هي بتحصل لمده ثانيه. خلاص عرقله خلاص اسمها عرقله. مكان حدوث العرقله رجل في رجل، الرجل الشمال لمدافع بلاتو يونايتد مع الرجل اليمين لمهاجم الترجي، الراجل سقط فاول واضح وصريح. طب ليه بقى حصلت؟ وخلينا هنا برضو ما نخشش في النوايا، خلينا نقول هي المخالفه فنيا حصلت ليه؟ مش بس عشان هو بعيد، لكن زاويه الرؤيه سيئه جدا بشكل عمودي على مكان السقوط، خلى في ازمه في احتساب القرار. لا كمان غير كده برضو يا جيمي، وجهه نظري ان مثل هذه المباريات او مثل هذه القرارات بيتم اتخاذها في الدوري المصري اللي هو بالنسبه له يعتبر التمرينه الرئيسيه. يعني احنا قبل اي مباراه كبيره بتعمل تمرينه رئيسيه، التمرينه الرئيسيه هي الدوري المصري بالنسبه للحكام عشان يطلع يبقى في افريقيا كويس او في كاس العالم او في امم افريقيا كويس. ما هو ده بيبقى من خلال الدوري المصري إسلام. فدي بتتحسب في الدوري المصري ركله الجزاء. الكابتن ابراهيم نور الدين هو رقم واحد في القائمه الدوليه للحكام المصريين. هي دي المشكله. احنا هنا لا بنهاجم كابتن ابراهيم ولا بنهاجم كابتن محمود البنا ولا بنهاجم الاسماء، احنا بنهاجم المستوى اللي احنا وصلنا له كحكام ادى والناس زعلانه. اسم الحكم المصري فين في افريقيا؟ والناس سيبك من كاس العالم. سيبك من كاس العالم، اخر حكم مصري
اخر حكم مصري تواجد في الادوار النهائيه. بلاش هيقول لك اصل النادي الاهلي بيوصل فاينل كل بطوله فمش هيلعب. اخر حكم مصري وصل لادوار اقصائيه، لعب ادوار اقصائيه سيمي فاينلز، كان امتى؟ اقول لك انا، دور الثمانيه سيزن اللي فات، وخطا كارثي من الكابتن امين عمر في مباراه رفها الوداد اللي خد البطوله. النقطه اللي انت كنت بتقولها من شويه، افرض الخطا ده ادى الى صعود فريق في النهايه صعد للفاينل، ما هو ده اللي حصل. خطا واضح وصريح، مخالفه على حارس الوداد في الوقت بدل الضايع، ضد فريق، ضد ممثل الجزائر، بالبوكس، كره بالبوكس، ضرب الجزاء واضحه وصريحه وطرد صحيح. الكابتن امين عمر تحت الضغوط والملعب فيه 70,000، ما احتسبش الكوره، خطا ادى الى ادى الى وصول الوداد الى المباراه النهائيه، وبالتالي حدث ما حدث طبعا في المباراه النهائيه، وتوج باللقب مبني على باطل، مبني على حق خده مش بتاعه. اوكي، ففي هنا برضو احنا ما بنتكلمش عن على الوداد او عن الترجي او عن بنضرب امثله، بنتكلم عن زي ما انا بقول لك، انا وجهه نظري يا كريم في هذا الامر انه في النهايه ما هو هيجيب منين؟ ما هو ده التحكيم المصري كده هنا في مصر والله. ولما بنطلع نتكلم، انا اسف معاك حق في الكلمه، لما بنطلع نتكلم يا كريم، ايوه، ما هي دي النقطه اللي انا عايز اوصل لها. لما بنطلع نتكلم، يمكن انت معايا بقالك سنتين، ايوه، انا لما بنطلع نتكلم ونقول التحكيم يا جماعه، يطلع يقول لك يا عم انتوا بتقولوا التحكيم وبتلبسوا الموضوع في التحكيم عشان بتخسروا دوري. والله ما عشان بنخسر دوري، ولا هو جزء من خساره الدوري هو التحكيم، لكن ليس الجزء، يعني مش كل الشروط اللي خلتنا نخسر الدوري، لكن التحكيم المصري في ظل اللي احنا بنشوفه ده تراجع واضح، في تراجع كبير ورهيب، وهيؤثر بشكل كبير جدا على الدوري برضو السنه الجايه لو فضلنا بهذا الشكل. وجهه نظري. بص كلام حضرتك صح في حته ايه، لو تفتكر يا كابتن اسلام في التسعينات ويا جيمي كلنا بنقول جمله كده، كان في جمله مشهوره كليشيه كنا بنقوله، ايه؟ بنقول لك يا جماعه خلوا الحكام يسيبوا اللعب مستمر عشان اللعيبه لما تروح تلعب طبعا في افريقيا ما يفاجئوش بمستوى تحكيمي ما مش بيصفر على كل حاجه. صحيح. احنا في مصر في التسعينات كانت حتى جمله شهيره عند المعلقين في مصر، سيبوهم يمشوا يا جماعه، يا جماعه مش كل حاجه سيبوا اللعب يمشوا عادي، وخلي في شويه تدخلات زي الدوري الانجليزي كده، ده احنا لما بنروح افريقيا ومع منتخب مصر والانديه الحكام ما بيصفروش. أيوه. فاللعيبه بتتضايق. احنا النهارده وصلنا ان احنا بقى للاسف سمعتنا التحكيميه سيئه. في اخطاء بتحصل لكن اشك في التسعينات او في بدايه الالفينيات مستوانا كان يعمل الاخطاء دي. اوكي، احنا بنعمل اخطاء في افريقيا، انما الاخطاء دي نوعيه الاخطاء دي لا. احنا بصراحه النهارده ان يتم احتساب ركله جزاء من فاول يبعد مكانه عن منطقه عن خط ال 18 بالميت 3 ياردة، ده اقل حاجه، ده اقل حاجه واضحه، يعني اقل حاجه بالعلم مجرده، ويتم استغلال ده لان عشان ما فيش فار فيلا ماشيين حاجه. لا يا جماعه ده مش مستوانا، ولازم ناس تعرف، الحكام لازم يعرفوا حاجه ان في خبراء بره بيراقبوكوا، لان اختيار الحكام بعد كده للبطولات الكبيره الفيفا بيراقب، الناس كلها بتراقب. اقعدوا تفتكروا انتوا بتلعبوا في حته مش متشافه، لا خلاص كل حاجه بقت متشافه وكل حاجه باينه. كابتن الدين امبارح والله يا كابتن اسلام ما في 10 دقائق، ما في 10 دقائق من اللقطه، 10 دقايق بالظبط كان الترند الثالث في مصر. ده معناه ايه؟ مصر كلها بتتفرج. صحيح. الانديه النهارده جمهور الكوره في مصر بقى واعي جدا، بيتفرج، عارف الماتش بيتذاع طبعا، لان انا عايز اشوف الترجي، عايز اشوف المنافس الترجي الجاي، وعايز اشوف جماهير الاهلي سواء اهلي او زمالك. فالنهارده الموضوع، لا الموضوع النهارده مش حته احنا بنقول ان الترجي صعب، هو اكيد مليون في الميه اكيد من حق نادي بلاتو يونايتد انه يقول نادي الترجي صعب بالظلم، اكيد احنا شفنا، ما هو ده الهدف الوحيد اللي الترجي جابه. وبصراحه بكل امانه يعني الترجي ما يخوفش، يعني لو بنتكلم فنيا عشان بس الناس اللي بيزعلوا من كلامنا، هو كده كده في كل الاحوال الترجي يعني خلينا بقى بما اننا بنتكلم عن التحكيم خلينا نكمل في التحكيم. فانا عايز اقول بس ان احنا لازم نخلي بالنا ان احنا مع بدايه موسم لما الجمهور بيبدا يشوف خطا زي ده في مباراه حاسمه، طب يقول طب وده رقم الحكم رقم واحد في القائمه اللي احنا مقدمينها خارجيا مش داخليا، خارجيا، يعني دي سمعتنا قدام الاجانب، رقم واحد بيعمل خطا زي ده. طب ما بالك بقى يا كابتن سامح احنا بالدوري باثنين وثلاثه واربعه، ما هو ده اللي انا بقوله بقى. طيب كلاتنبرج ممكن يكون رد فعله ايه؟ مليون في الميه كلاتنبرج قدامه شغل كتير، لكن يبقى في اسئله كده وجوديه. لا بالنسبه للموضوع بالكابتن ابراهيم، ما هو اصل خلي بالك انت بتتكلم على الحكم، مش انا اللي بقول، هو مبعوث في القائمه الدوليه رقم واحد طبعا، وبالتالي هو الحكم رقم واحد في مصر. طيب موقف رئيس لجنه الحكام او الخبير اللي احنا جايبينه عشان يطور لجنه الحكام مع الحكم رقم واحد بغض النظر عن الاسماء سواء هنا او هنا طبعا،
المفروض ان هو ياخد موقف يعمل ايه؟ تقييم. هيجي يقول والله انت عملت كذا كذا. اه ده اللي هيحصل. ده لا، لانه كان السؤال اللي انا كنت هقوله وبناء على إيه؟ هذا التقييم ايه؟ انه ممكن يتم استبعاده اسبوع او اثنين من الدوري عشان ضغط حد بس فقط لا غير فقط لا غير. طب لك ان تتخيل كابتن اسلام، لا يا جيم لك ان تتخيله بجد والله، احنا الدوري يوم الاربعاء الثلاث تخيل خد ماتش الاهلي واسماعيلي. لا لا بلاش، اي ماتش ثاني، اي ماتش ثاني هو اخطا وحصل وحصل خطا، حضرتك متخيل الضغط يبقى الوضع يبقى عامل ازاي؟ تخيل بقى الاصعب ان هو لو خد مباراه الاهلي واسماعيلي، مباراه صعبه، مباراه الاهلي او زمالك او زمالك وسموحه طبعا صحيح. لا بس انا بتكلم على الاهلي والاسماعيلي لانها مباراه كمة. يعني قمه جماهيريه حتى جماهيريه وقمه جماهيري طبعا بالتالي طبعا. يعني لو خد مباراه هتديها رقم واحد المفروض، المفروض هتديها رقم يعني انا لو بفكر ادي الاهلي واسماعيلي رقم المفروض، لكن ما اظنش ان هم طبعا هيحصل كده يعني. لكن ما اعرفش يعني، لكن يا عم اللي هيقول لك اللي انتوا عارفين ولا حاجه. انا دلوقتي يبقوا بيحطوا ضغوط على ضغوط اوريدي موجوده بسبب انخفاض المستوى التحكيمي شئنا ام ابينا. لكن السؤال الاهم، هل اي قرار هاخده كلاتنبرج هيتم تنفيذه؟ ده سؤال وجودي. الله طيب خلينا نشوف. الله خلينا نشوف ايه ده، خلينا نشوف. انت عندك شك؟ اه فعلا. ومش شك يعني ايه؟ لا ومش يعني شك جدلي إيه؟ هو شك مبني على معلومه. الراجل ما بيشتغلش بآليه كامله، على مسؤوليتي ما بيشتغلش بآليه كامله. اه معلش فهمت. بدليل لا حلو، انا بحب الحاجات دي قوي. بدليل الورك شوب او الورش اللي اتعملت للحكام، طلب محاضر، لان هو جاي الراجل مشرف على لجنه التحكيم قائم على التطوير، فهو مش هيجي يشتغل كل الوظائف. فجي لما طلب انه يتعمل الورك شوب بعتوا له الكابتن اسامه فتاح. مين اللي بعتوا له؟ انا بتكلم بجد. انت بتعرف القصه دي؟ بعتوا له الكابتن اسامه فتاح. اه والكابتن عصام قال لك انا مش جاي احارب حد ولا جاي انا جاي اشتغل راجل محاضر. ايوه اه والله. طيب فتيجي تقول لي ان الراجل بيشتغل فول باور، ده حاجه من خلي بالك اللي حصل ايه ساعتها. اتفق عارف اللي حصل؟ اه طبعا. ايه؟ بعتوا للاتحاد الدولي علشان يبعت لهم محاضر. اللي حصل لما عرفوا ان الكابتن عصام جاي، او لما لقى الكابتن عصام كلاتنبرج، برضه تحس ان هو من المهم يعني ليه عمل ايه؟ ما خلاش ولا حكم دولي يروح. حصل. خلاهم كلهم الحكام اللي هم اللي بيلعبوا في الدرجه الاولى. حكام الدرجه الاولى. فنهايه ب وثالثه يعني. فانت هتيجي في النهايه، هل الراجل واخد لعبني هلعبك بس هتاخد؟ لا ده معناه كويس على فكره ان هو الراجل بيعرف يلعب. لا والمعنى الثاني اللي الناحيه الثانيه ايه اللي حاصل؟ ان هناك صراع. كيف لخبير اجنبي انت جبته من بره علشان بيتقاضى اجر علشان يطور، فانت المفروض تديله كامل الصلاحيات والحمايه وكامل الحمايه انه يشتغل ويطور من اداء الحكام، سواء حكام الدرجه الاولى او الحكام الدوليين. فما بالك ان الحكام الدوليين مش مساعدين يا حبيب قلبي؟ اذا كان الحكم يعني حضرتك بتشتغل في قناه الاهلي وما بتقبضش بقالك اربع شهور، الحكام بقالهم ست سبع ثمان شهور ما خدوش فلوس مستحقاتهم القديمه طبعا، وتخيل كابتن احمد مجاهد رئيس اللجنه الثلاثيه اللي كانت بتدير الاتحاد المصري قبل الاتحاد الحالي، قبل المجموعه المنتخبه الحاليه، يناشد الاستاذ جمال علامه. انا بيبعتوها لي اهو على الفيسبوك، انا هبص عليها اهو. بيناشد الكابتن احمد مجاهد موسم جديد يبدا، وما زالت مستحقات الحكام متاخره منذ شهور بالرغم من ملايين الدولارات التي تنعش خزينه الاتحاد سواء من الاتحاد الدولي او الافريقي، اضافه الى ملايين رسوم القيد والتسجيل وخلافه. وهنا لن اتحدث عن اي التزامات اخرى رغم قناعاتي باهميه الكثير منها، ولكن اطلب من الاخ الاستاذ جمال علام رئيس الاتحاد سرعه صرف مستحقات الحكام. بيني وبينكم عنده حق، والله ما بهزر. يعني انت تخيل انت بتطالب الحكام، هل ده في اطار تقييد كلاتنبرج مثلا ان انت ما تديلهمش الفلوس لغايه دلوقتي؟ وبما ان حضرتك طلبت من كل الانديه في مصر ال 18 نادي مليون مش عارف 350 مليون و350 الف او مليون 150 مش فاكر الرقم بالظبط، ولكن طلبت رقم مليون 150 في ضمن اللائحه، كل نادي يدفع دول ك رسوم للحكام على قسطين، القسط الاول والقسط الثاني، ويتوقف التسجيل لاي نادي لو ما دفعش الفلوس دي. بتتكلم في 10 مليون جنيه تم سدادهم قسط اول. فطبعا ايه المطلوب؟ هو تكمل كلام جيمي كمان يا كابتن اسلام، الاستاذ ثروت سويلم المسؤول الرسمي في اتحاد الكوره اتكلمنا في الموضوع ده، بيواصل مرشح اتحاد الكوره الوسط، بيواصل مهاجمه كلاتنبرج بيقول انا مش مقتنع بيه ومش هيضيف، ورغم ان التصريح الاولاني اتقال من فتره وسكت والراجل بدا يشتغل وبتاع، اتعاد مره ثانيه من حوالي 3 4 ايام. فواضح ان في جبهه داخل
وجابها رسميه، احنا ما بنتكلمش على اراء لان اكيد على تراشق جماهيري من بره، من بره الاتحاد. ايوه انت عارف ان اللي هو سرد سويلة ما هو المرشح اتحاد الكره للرابطه ايوه، لان هو متواجد في الاثنين. انا لسه اصلي بتكلم في الموضوع ده اول امبارح، هو متواجد في الاثنين يوم الاربعاء. أيوة. فهو هو هو اعلن رسميا في كل وسائل الاعلام رفضه، هو هو رفضه وشايف ان هو مش هيضيف شيء. وده معناه ايه؟ لكن انت تخيل كلاتنبرج اكيد اكيد في ناس ممكن يغلط، بني ادم طبيعي اكيد طبيعي، ما هو بني ادم. انت بتزود الضغوط، تخيل بقى كلاتنبرج ده لو غلط غلطه هيتعمل فيه ايه؟ ما انا قلت لكم يا جماعه اذا كانت، بس انا بقول لك اهو، اذا كانت البدايه حتى هذه اللحظه الدوري سيبدا يوم الثلاثاء رسميا، رسميا لا. مش اسلام ده دوري، الدوري هيبدا يوم الثلاثاء القادم، وحتى هذه اللحظه لم يتم صرف مستحقات الحكام. بسم الله الرحمن الرحيم، اهو ده تقييد لشغل كلاتنبرج، لان انا كمدير للشركه او كرئيس للجنه الحكام اول حاجه هعملها ايه؟ هطلب يا جماعه كريم فلوسه متاخره وجيمي فلوسه متاخره، لو سمحتوا ادوا له الفلوس او نص الفلوس انا نص الفلوس انا، وقولوا لي ميعاد ثاني ادي لهم الفلوس فيه. فاهم؟ فاكيد هو ده عمله على فكره، لكن حتى هذه اللحظه لم يتم صرف الحكام، وتطالب الحكام ان هم يبقوا كويسين، وتطالب كابتن ابراهيم نور الدين ان هو ما تزعلش مني بقى. ما هو احنا بنيجي على كابتن على الكباتن الحكام برضه عشان ما حدش يقول لك كذا، ولكن في نفس الوقت يا جماعه من فضلكم لازم يجب ان يكون هناك دور واضح او حد يطلع يقول لنا ايه اللي بيحصل، هي لماذا لم يتم صرف المستحقات الان. انا بصراحه طب خلاص مش هقدر اتكلم عن الحكام بعد كده، معلش يعني ما تدي الحكام فلوسها، ما تدي الحكام المستحقات المتاخره، وبعد كده تبقى تتكلم. تعالى بقى هتقدر تحاسبه، ابراهيم نور الدين كابتن ابراهيم نور الدين عمل غلط، فبالتالي انا ممكن كلاتنبرج يجي يقول له كده، يقول له عم اديني بس الفلوس اللي عليك الاول او اللي على الاتحاد الاول. بس ده برضه مش مبرر يا كابتن استاذ ان هم يغلطوا، مش مبرر، ولكن انا بقفل كل اي حاجه بقى. ويمكن هي متسابكه قنبله موقوته لكلاتنبرج، ما هو ده اللي انا بقوله لك من الصبح. لا هو يعني حلوه قنبله موقوته دي، مفكر الناس بحاجه ومش هنحدد هنا كانت مسؤوليه مين، لكن افكر الناس بالواقع. اتفضل. في فتره لجنه ما فجاه اختفت كل الموارد الماليه واصبحت خزينه الاتحاد خاويه تماما من كل بنود الصرف اللي اقدر اصرف منها على المنتخبات والمدربين والتعاقدات وغيره، ومع قدوم لجنه اخرى فجاه دخلت كل الموارد، فلوس الرعايات وجزء من الموارد دخلت، وفجاه انتعشت الخزينه ومستحقات كانت لدى الغير دخلت، وفجاه كل البنود دي اتصرفت واتحلت. فقصه عدم تواجد وعدم وجود دخل يتم الصرف منه او وجود دخل وما يتصرفش على الحكام، وجود قنبله موقوته، اسلوب اعتدنا عليه في الفترات الاخيره خاصه فيما يخص الحاجات اللي بتبقى قنبله موقوته زي التحكيم وزي لجان المسابقات وغيره. طيب سريعا جدا قبل ما نتكلم عن الامور الفنيه، كريم رايك في المباراه امبارح؟ المباراة هي استمرار للشكل الجيد اللي ظهر بيه النادي الاهلي في تونس وبداية كولر. انا يعني اجزم ان احنا ما عندناش القدرة ان احنا نحكم بشكل نهائي طبعا على كولر، ولا حتى الصفقات الجديدة للنادي الاهلي، ولا حتى شكل الفريق بشكل عام، الا بعد فترة من مباريات الدوري العام ربما تصل الى 10 مباريات. لكن في بشرة خير احنا حاسينها من اول مباراتين، وفي واضح ان في ترجمة لفترة الاعداد الجيدة اللي عملها كولر، وكمان في نتائج مبشره لنظام اليوم الكامل اللي حطه كولر منذ مجيئه للفريق. وشفنا الفريق في تونس وصل، يعني لما نقول مثلا النادي الاهلي مثلا في تونس يعمل 652 تمريره قدام اتحاد بن ستيري في تونس، ده يدينا مؤشر يعني فلسفه الفريق عامله ازاي. وطبعا شفنا الترجمه الاخرى بقى، ان احنا لما بدا النادي الاهلي مباراه العوده مهاجما من الدقيقه الاولى، شفنا المباراه السيناريو بتاعها ماشي ازاي، وطبعا ده هنستعرضه بقى في الحلقات معانا بشكل فني. السيستم، الراجل ده جاي يعمل سيستم مارسيل كولر مليون في الميه. انا لست من المتعجلين ابدا بالحكم بالايجاب او بالسلب على اي مدير فني، لكن مارسيل كولر بيرسي سيستم ونظام داخل النادي الاهلي، شكل لعب، طريقه، وبيحاول يزود الهارموني عشان يزود اتقان المخرج اللي خارج من الشكل ده.
بنلاقي انه خط الدفاع ثابت في المباراتين، بنلاقي انه المباراتين الافتتاحيتين في الموسم وعلاقته بجماهير النادي الاهلي وعلاقته بمسيرته في الموسم، لان احنا بنتكلم على المباراتين المفتاح لدوري ابطال افريقيا والتاهل لدور المجموعات اللي لسه هيكون بعد يناير في شهر فبراير القادم. الراجل نجح فيهم انه يفوز ذهابا ايابا بشباك خاليه، اذا على صعيد النتيجه فالراجل نجح، على صعيد السيستم الراجل نجح. هناك بعض الحاجات تحتاج للتطوير، هناك بعض الحاجات تحتاج للوقت، مرحلة الإتقان للسيستم اللي الراجل طالبه والشكل والهارموني بتاع اللعب سواء في الخروج بالكورة أو الديناميكية بتاعة الخط الأمامي تحديدا تحتاج إلى مزيد من الوقت. مهم جدا الراجل داخل الموسم بشكل جيد، مركز، النظام جوه الفرقة، الشكل والمجموعة اللي بتلعب والعدد الكبير اللي خد فرصة في المباراتين بيقول لك الراجل واعي كويس، والقياسات اللي عملها في بداية الموسم فادته بشكل جيد، عارف رايح اللعيب امتى، عارف يشغله امتى. دي كلها بنسميها بشائر، مش بنحكم، لكن دي بشائر جيده جدا جدا لمارسيل كولر وللمجموعه اللي موجوده معاه، ان راجل قادر يشتغل بالمجموعه دي في مباراتين تاني امام منافس قوي، منافس محترم وصيف للدوري التونسي، خرجت بالفوز ذهابا ايابا مع تحقيق شباك نظيفه في المباراتين. اذا النجاح على صعيد السيستم حصل، النجاح على صعيد النتيجه حصل، طبعا منتظرين الافضل والراجل شغال على ده والهارموني هيجي بالوقت، فالناس تصبر شويه. اظن النتائج ان شاء الله هنتكلم تفصيليا على اللي حصل في المباراه بعد الفاصل. مش عايزين تفصيليا قوي، هنطلع فاصل وبعد اللي حصل اللي حصل في اتحاد منستيري بقى مش في الاهلي. طيب هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم تفصيليا على حاجات بقى هنتكلم فيها. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كريم ومحمد جمال هيشرحوا لنا اهم الحالات الفنيه في مباراه الاهلي والاتحاد المنستيري. ابدا بكريم. تمام. طيب بص كابتن سلام، واحده من النقط الجيده لاي مدير فني هو تكرار عمل جمله او تكرار عمل اي شيء تكتيكي في المباراه الواحده. نعم. في حاجات كتيره بصراحه اتكررت في الماتشين دول، ولكن انا حابب اركز على نقطه وحيده وهي عمليه نقل الملعب اللي عملها كولر كتير قوي في تونس او في القاهره، وهدي مثلا منها في اللعبه دي، وواحده طبعا منها بصراحه عايز اشيد بصراحه برونو سافيو بالشكل التمرير اللي بيعمله بصراحه ممتاز جدا. أيوة. هنا اللي بيحصل ان بيتم تجميع المنافس في جبهه ما وبيتم تحويل اللعب على طول للجبهه الاخرى، وضع في الاعتبار ان طبعا كولر بيلعب 4-2-3-1 وبالتالي الخطه دي فيها جناح وفيها وراه فول باك. احنا طبعا السنه اللي فاتت كنا بنلعب 3-4-3 شكل مختلف، لكن الشكل ده انا في وجهه نظري هو اللي هنستمر بيه السنه دي، وعشان كده واحده من النقط اللي بتتعمل بشكل كويس جدا نشوف هنا مثلا في الحاله اللي معانا كل نظر لاعبي الاتحاد المنستيري كله متجه للجبهه دي على طول اوتوماتيك. اللاعب اللي معاه الكوره وهنا في الحاله دي معانا برونو سافيو واللي عنده بصراحه مهاره رائعه، مهاره رائعه في التمرير الطولي والتمرير العرضي من الخط للخط، بسم الله ما شاء الله عليه، يعني بيعملها بشكل مميز وعملها كتير. على طول بيروح الكوره للجبهه الاخرى وبتفاجئ دايما المنافس. الكوره دي شفتها كتير اتعملت في تونس، شفتها كتير جدا جدا اتعملت في ماتش القاهره ونتج عنها طبعا يعني هجمات خطيره، وكمان منها كمان الهدف الاول، ولكن مكمل اللعبه نشوف على طول ازاي هنا صعب جدا على الدفاع انه يلحق نفسه. كره زي دي لو متشاط مثلا في زاويه من المرمى خلاص جول. ليه؟ لان صعب جدا ان الدفاع يعمل شيفتنج من بالنظر كده باصص على اليمين وهوب الهجمه اتنقلت شمال واتكسر كمان الاتجاه مره اخرى فعملت خطوره على المرمى. اسلوب عجبني جدا جدا من مارسيل كولر سواء ذهابا او ايابا. جيمي، النقطه الثانيه اللي عايزين نتكلم عليها كابتن اسلام، واحده من النقاط اللي واضحه جليا لكل الناس، الكرات الثابته والشكل اللي بيلعب بيه مارسيل كولر الكرات الثابته. في تكنيك واضح، نمط متكرر، سواء في مباراه الذهاب يمكن كان في لقطه في الدقيقه 14 لبرونو سافيو دخل الراجل خدها وشالها بشير بن سعيد، وازاي التفريغ بيحصل، الحجز اللي بيحصل على منطقه ال 18. نبتدي نمشي الحاله ونوقف هنا. نرجع تاني. رجع لي كادر واحد فريم واحد، انا عايزك ترجع فريم واحد، مشي 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 وقفها لي فريم بس 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 فريم هنا. الحجز هنا دايما في اتجاه الكوره في اثنين او ثلاثه لعيبه رايحين بعيد عن اتجاه الكوره، هي الكوره مش هتتلعب عليهم. طاهر محمد طاهر دايما بيشتغل انه يحط الكوره
على الهاي بوست او على البعيده، ودايما علي معلول بيلعبها على القريبه. ليه؟ عشان في حجز بيحصل بعيد عنهم عشان افرغ للعب. اه في خطا من بشير بن سعيد في الخروج على الكوره، لكن تواجد حمدي فتحي في المنطقه دي مهم جدا جدا جدا. لما نيجي نبص على تواجد حمدي عارف ان طاهر هيحطها على الهاي بوست، ودي حصلت في الضربه الثابته اللي كانت في المواجهه زي ما قلنا بتاع برونو سابيو اللي خدها، حصلت في الهدف بتاع مباراه الذهاب كوره محمد عبد المنعم، وازاي علي معلول بيحطها على القريبه، وتحرك محمد عبد المنعم والحجز اللي حصل على ال 18 بيتكرر تاني وتالت ورابع كنمط الراجل بيشتغل بيه. من ضمن المميزات لده كمان انه انت في تنوع، بتحطها على الهاي بوست او على البعيده ازاي، بتحطها على القريبه ازاي، لما تكون الكره في المواجهه لما بتتلعب بتروح في انهي زون، وهنا بتشتغل على الزون والمساحه. وده يحسب للمدير الفني ولا اللاعبين ان في تعليمات اتقالت وبطريقه ممنهجه، في نمط بيتكرر بشكل فيه تنوع، لانه انت ممكن لما تلعب على لعبه او اتنين طول الوقت تتحفظ فيبتدي الفرق تقفلها لك. لا، الراجل بينوعها ما بين الهاي بوست وما بين القريبه في الكور اللي في المواجهه. لما نروح كمان للكوره بتاع الكره المتحركه، الهدف الثالث للنادي الاهلي والتحرك بتاع حمدي فتحي، نقول هو الراجل كان واخد تعليمات بايه؟ الهدف الثالث للنادي الاهلي، وازاي كان الراجل حمدي فتحي واقف على ال 18، الحجز بيحصل بنفس الطريقه، الحجز بيحصل بنفس الطريقه، بس همشيها لي فريم بس وقف، لا رجع تاني، رجع تاني، معلش رجع تاني، رجع تاني، بس وقف هنا، وقف هنا. اللعيب اللي واقف على خط ال 18 ده حمدي فتحي، الحجز حاصل جوه ال 18، انت شاغل مجموعه المدافعين نفس طريقه الهدف ونفس طريقه برونو سابيو، بتعمل حجز بمجموعه من اللاعبين، الراجل اللي على خط ال 18 ده حمدي فتحي هو اللي هيخش يقطع ويهرب من الرقابه، لانه جاي من المواجهه وشايف الاتجاه بتاع الكره رايح ازاي، وقفها لي قبل بقى ما الراجل ياخدها، وشوف هو بيوقف ورا المدافع ازاي علشان يلعبها. في دخل لعيب حجز له، كمل كمل فريم كمان، فريم كمان، كمان كمان فريم اللي بعده، بس اللعيب اللي حجز ده خد نظر المدافع الاولاني، وحمدي قاطع قبليه على طول لانه عارف طاهر هيحطها له فين قبل ما تتلعب الكره المتحركه. ده بيقول لك ايه؟ نرجع تاني هنا كابتن اسلام، انه الشكل والنمط في العاب كتير بتتعمل، لكن واضح التكليفات والتعليمات مين واخدها، اماكن التواجد، الزون، الكره هتتلعب فين، فين، لما مين ينفذ، لما علي معلول ينفذ هتروح فين، لما طاهر محمد طاهر بينفذ هتروح فين، في اماكن التواجد او الزون اللي بيتواجد فيها اللعيبه اللي هتلعبها، مين اللي واخد التكليفات، لما بتتعمل على النير بوست او العارضه القريبه مين اللي بيقطع، لعيب محدد هو اللي واخد التكليف ده، كررت مره واثنين وثلاثه في المباراه دي ومباراه الذهاب، مين اللي بيقطع لما تتلعب على القريبه. ده في الاخر بيقول لك انه في تنوع، يعني مش شكل واحد احنا بنشرحه فبالتالي هو ده اللي بيتكرر، لا ده بيتعمل شكل واثنين وثلاثه واربعه وكلهم فيهم نمط. قبل بس ما اقفل مع حضراتكم، هل مباراه الاسماعيلي هتبقى صعبه كريم؟ طبعا مباراه صعبه جدا، واعتقد ان الاسماعيلي برضو مع يعني رئيسه مهندس يحيى الحكومي عمل تدعيمات كتيره خلال الصيف، اعتقد هنشوف فريق مختلف عن اللي شفناه السنه اللي فاتت، وان كان طبعا برضو ده الموسم الثاني على التوالي النادي الاهلي بيواجه النادي الاسماعيلي في المباراه الافتتاحيه للدوري، فان شاء الله باذن الله باذن الله النادي الاهلي بالشكل الجديد ومع مدير فني جديد، واعتقد هو ماشي بشكل كويس والدنيا هاديه والدنيا مستقره، اتمنى ان شاء الله باذن الله باذن الله النادي الاهلي يقدر يحقق نتيجه شبيهه باللي اتحققت في الاسبوع الاول السنه اللي فاتت، والفوز برباعيه نظيفه كانت دفعه كويسه، كنا نتمنى طبعا ان الموسم السنه اللي فاتت كانت بدايته كانت حلوه قوي، يعني اول ست مباريات بصراحه بنتكلم على هجوم كاسح للنادي الاهلي في ست مباريات قبل التعادل مع فيوتشر في الاسبوع السابع، ايا كانت الاسباب ساعتها يعني، بس خلاص يعني مش هنتكلم في الماضي كتير، نتمنى ان شاء الله السنه دي يبقى في شكل مشابه للست اسابيع الاولى مع استمراريه، واتمنى طبعا ان شاء الله ان شاء الله نشوف بيرسي تاو في المباراه، خصوصا بعد الانباء اللي اكدت ان هو سليم ونزل في نزل تدريبات الجمعيه. مظبوط جيمي، الاسماعيلي عمل تدعيمات كتير، دعم في كل الخطوط، لكن التدعيمات دايما مش مقياس، الانسجام بيحتاج وقت، لما تكون انت دعمت بعدد كبير طبعا. الاسماعيلي دعم
في الخط الامامي بياو انور، عبد القادر كوليبالي، بفراس شواط، ده في الخط الامامي، دعم باحمد محسن من سيراميكا، باسم مرسي طبعا في الخط الامامي، دعم باحمد محسن من سيراميكا، دعم بمحمد عادل من سيراميكا، صالح جمعه من سيراميكا، دعم في الخط الخلفي بنور نور الزمان الزموري من الصفاقسي التونسي، لعيب عنده الخبرات، واحمد محسن طبعا من سيراميكا، دعم على صعيد كل الخطوط بعدد كبير، ودعم وجاب مدير فني جديد، لكن مدير فني جديد مع عدد كبير من اللاعبين، ده بيقول لك ان المباراه تحمل الحالتين. هل اللعيبه دي دخلت وانسجمت، لان في لعيبه انضمت في اللحظات الاخيره من الميركات، هل اللعيبه دي دخلت وانسجمت وهتقدم المردود اللي بحجم هذه الامال اللي حطها جمهور الاسماعيلي، والمباراه تكون اصعب، ولا الانسجام هيكون مفقود وبالتالي هيكون صعب؟ عشان كده بنقول عدد الصفقات هو غير محدد، بيديك عمق وبيخليك ان انت على اللونج تيرم او قدام شويه يبقى عندك الباك اب، ولو لعيب ما نجحش يبقى في لعيب تاني يقدر ينجح، لكن على الصعيد الفوري هو غير مضمون، لان الانسجام دايما بيحتاج وقت، سواء مدير فني جديد او عدد كبير من الصفقات وصلت ل 12 صفقه. اتمنى كل التوفيق طبعا للنادي الاهلي في المباريات القادمه. انا بشكركم شكرا جزيلا يا محمد، بشكركم شكرا جزيلا يا كريم، انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ان شاء الله غدا حلقه جديده من البيت الكبير.